يعني مش معناته إذا السيمينار أنا مش راح أطرق له في الامتحان، هذا بتكون تعرفوه. الإشي الثاني إنه هذا السيمينار مهم، بكرة رح تأخذوا ديزيز في البريجنانسيز، فلازم تعرفوا إيش النورمال فيسيولوجي، إيش بتصير في الحمل. طيب بدي أرجع معاك يا محمد شوية، تحكي لي أنت بلشت في البلد بريشر يا محمد. محمد بدي تحكي لي بالأول إيش بصير بالهارت ريت during the pregnancy؟ بزيد عنا الهارت ريت، بزيد عنا الستروك. كم بزيد الهارت ريت؟ 100 beats per minute. 100 beat per minute. محمد أنتوا بتعرفوا إنه الهارت ريت نحكي الأفريج أو الهارت ريت الأفريج أدلت أو نان بريجننت وزنها 70 كيلو كم؟ From 60 to 100. Yeah. فأنت بدك يكون عندك baseline، صح؟ صح. مزبوط. هلا الأفريج إذا مريضتك أول ما بتيجي عنا على العيادة من الأشياء اللي إحنا we have to examine the patient اللي هي نشوف vital signs لحتى يكون عنا baseline لهاي المريضة. هلا in general the heart rate during the pregnancy increase ما بين 10 إلى 30 beat per minute. الزيادة بتكون أكتر في الثيرد تريمستر. الريستينج هارت ريت في بريجننت فيميل زي ما أنت تفضلت حكيت من 60 لمية، الريستينج بريجننت أو هارت ريت في بريجننت فيميل مش لازم زيد عن 115 بيت بير مينت. فإذا زاد هون تيبيكالي البيشنت شود بي إيفالويتد فور ذا كوز أوف إنكريز هارت ريت أو التاكيكارد الموجود عند البيشنت. ففي كوزز كثير لإنكريز الهارت ريت أو باثولوجيكال كوزز أوف التاكيكارد في البريجننسي. طيب الستروك فوليوم حكيت بدكم تركزوا على شغله انه الانكريز اكثر بالهارت ريت بيكون توارد الليت بريجننسي. في الايرلي بريجننسي الانكريز بيكون في شيء بنسميه الستروك فوليوم ولا لا يا محمد؟ اه طبعا دكتوره. اوكي الانكريز في الستروك فوليوم، الانكريز في الهارت ريت والانكريز في الستروك فوليوم بتبعوا انكريز في وات يا محمد؟ كارديك اوتبوت. في الكارديك اوتبوت، فكم بيزيد الكارديك اوتبوت during the pregnancy؟ By 30 to 50%. Yes. So you know, إذا increase cardiac output بيزيد تقريبا 30 إلى 50%. يعني إذا نحكي لتر وتمانية per minute above the baseline. والزيادة في cardiac output بتبلش تقريبا من 8 weeks of pregnancy. بعدين بيزيد، لكن متى ببلش شوي يقل toward نحكي late and third trimester؟ ليش برأيك بصير يقل cardiac output toward the late late second third trimester؟ لسبب أنت حكيته. يعني بضل الكارديك أوتبوت بضل يزيد لما نوصل للليت سكند تريمستر. محمد إيش يعني سكند تريمستر؟ اليوم from 3 to 6 months. لا مش months، weeks يا محمد. From 12 weeks to 24 weeks. في حدا عنده جواب؟ شو تعريف الفيرست تريمستر؟ شو تعريف الفيرست تريمستر؟ دكتورة هم الفيرست 13 ويكس الفيرست يس. مين اللي حكت؟ رهف. يا طيب يا رهف، رهف اذا هو من الكونسبشن لغايه 13 ويكس بلس 6 دايز، فبالتالي السكند تريمستر من وين لوين يا رهف؟ من 14 ويكس ل 27 لـ 26 weeks بالضبط. هلأ اللي ذكرته أنا إنه الكارديك أوتبوت ببلش يزيد، بعدين بصير في بضل الزيادة في الكارديك أوتبوت toward the late second trimester والthird trimester هي أعلى من non-pregnant لكن بتكون أبطأ. بس ليش بتصير أو بصير في slow down toward the late second trimester والthird trimester في الكارديك أوتبوت؟ لسبب انت ذاكره في السلايد اللي قدامك يا محمد. عشان بصير عندنا فول بالتوتال بيرفرال ريزيستنس. لا السبب الانفيرير فينا كافا، ايش يا محمد ذكرت؟ عملنا كومبريشن على الانفيرير فينا كافا باليوترس. وانتم متى اليوترس ببطل عباره عن، هلا لازم نذكرها شوي في السيمينار، اليوترس ببطل هو بلفيك اورجان لما يصير حجمه اكثر من 12 اسبوع. Above the 12 weeks ببلش نحكي إحنا إنه ممكن يصير
يصير في عنا كومبريشن عن فينا بركابة. بس الكومبريشن بيكون واضح في الليت سكند تريمستر لما يصير تقريبا حجمه 26 weeks. 26 weeks uterus هو تقريبا above the level of the umbilicus لوحدة pregnant, above the level of the umbilicus. في الليت سكند تريمستر والثيرد تريمستر due to increase في اليوترين سايز والكومبريشن بيعملوا على الانفيرا بركابة, فبالتالي شو رح يقل عنا decrease ايش after ولا البريلود preload اللي بده يوصل. فتيبيكلي الكارديك اوتبوت رح يصير فيه ستيل رح يكون بصير فيه سلايد ديكريز بس بضل اعلى من النون بريجننت ليفل. وصلت شو اللي بصير بالكارديك اوتبوت خلال الحمل؟ نعم دكتور. طيب احكي لي هلا على البريفيرال فاسكولار سيستم. ايش حكيت؟ ذكرت انه البلازما فوليوم بيزيد نتيجة activation للرنين أنجيوتنسين ألبستيرون سيستم. احكي لي شو اللي بيصير بالضبط؟ هسا احنا عندنا الفول بالتوتال بيرفل ريزيستنس ديو تو دروج بروجستيرون افكت اون سموث مسل. عملنا سموث مسل ريلاكسيشن بصير في عندنا فولينج داون بالتوتال بيرفل ريزيستنس. صحيح. وبيزيد عندنا البلازما فوليوم لانه بقل عندنا بقل عنا البلد فلو للكيدنيز, فبصير عنا اكتيفيشن رنين انجيوتنسين الدستيرون سيستم, فبصير في عنا ووتر ريتينشن. اذا انت لما يقل عنا الافتر لود اللي هو البريفيرال فاسكولار ريزيستنس نتيجه البروجسترون افكت, في حدا بيجاوب؟ اوكي. لما يقل عنا ديو تو انكريز البروجسترون برودكشن في البريجننسي فبقل البريفيرال فاسكولار ريزيستنس. ذس مينز انه بقل الافتر لود, فحتى بالتالي حتى تو اكوموديت مع اللي بصير الديكريز في البريفيرال فاسكولار ريزيستنس شو بتعمل؟ بيزيد عندنا الكارديك اوتبوت. بس حتى يزيد الكارديك اوتبوت بده يزيد البريلود والبلد فوليوم, فبالتالي شو بتعمل؟ شو بصير عندنا اكتيفيشن رنين انجيوتنسين البستيرون سيستم, انجيوتنسين البستيرون سيستم تو انكريز البلازما فوليوم اكوموديت في الديكريز اوف ذا بريفيرال فاسكولار ريزيستنس اللي صار او في الافتر لود ويزيد الكارديك اوتبوت. طيب هلا زياده الرنين كيف بيشتغل رنين انجيوتنسين البستيرون سيستم؟ بصير عندنا الرينين سيكريشن بحولنا الانجيوتنسين وجن لانجيوتنسين 1 والانجيوتنسين 1 is converted لانجيوتنسين 2 وبصير عندنا water retention and sodium and water retention. بصير في عندنا vasoconstriction constriction بالفيسلز. and when is sodium water retention بالكيدنيز؟ اذا الانجيوتنسين 1 وشو بيعمل فعليا؟ الانجيوتنسين 1 بيحول انجيوتنسينوجين into انجيوتنسين, right؟ انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 ايش اللي بيعمله انجيوتنسين 2؟ ايش هو؟ vasoconstriction. vasoconstriction. لكن مع البروجستيرون effect of the pregnancy بصير في decrease in vascular responsiveness على الانجيوتنسين 2. فلذلك بستيل انه ايش المفروض يعني بضل الافكت اعلى للبروجستيرون, فستيل بضل في عندنا ديكريز في البريفيرال فاسكولار ريزيستنس. فشو بيعمل برضه الانكريز هذا؟ رح يعمل اكتيفيشن الالدوستيرون سيستم. الالدوستيرون وين بيشتغل؟ وين بيشتغل؟ على الصراحه ما بعرف دكتوره. مين بيعرف في جواب؟ يس بشر بحكي على الدستال تيوبيول. فايش بده يعمل يا بشر؟ الالدوستيرون increase in salt and water resorption into the blood stream. يس فبزيد عندك الووتر وبزيد عندنا الصوديوم. increase the water explains the increase اللي بصير عندنا في البلازما فوليوم. actually increase في ال increase في الالدوستيرون او في الاكتيفيشن للرنين انجيوتنسين الدستيرون سيستم ببلش من الايرلي بريجننسي, يعني ممكن نشوفه من الفيرست مانث افتر كونسبشن. فبالتالي الانكريز في البلازما فوليوم بتكون بتبلش من الفيرست تريمستر. البيك للانكريز في البلازما فوليوم بيكون تقريبا وين يا محمد عقيل؟ باي فتره من الحمل؟ السكند. ما بين ال 28 يس ليت سكند, ما بين ال 28 ل 32 اسبوع هون بيكون عندنا البيك انكريز في البلازما فوليوم. كم بيصير في انكريز في البلازما فوليوم ابوف النون بريجننت ليفل؟ باي 50%. يس بيزيد تقريبا اعلى بيكون 50%. فالانكريز اللي بيصير في البلازما فوليوم في هاي الفتره ما بين ال 28 ل 32 اسبوع
برضو will explain later on الهيماتولوجيكال changes رح يحكوا عنه ما بعرف مين زملائكو إنه شو بصير عندهم هدول physiological anemia during the pregnancy. شفتوا كيف السيمينار كله رابط ببعضه؟ طيب now هذا بيفسر لما تحكي لي أنت اللي حكيته في الأول decrease the peripheral vascular resistance بيفسر إنه شو بصير في عنا decrease في السيستوليك والدياستوليك blood pressure right يا محمد؟ دكتور yes decrease في السيستوليك والدياستوليك blood pressure بحيث إنه البيك decrease في السيستوليك والدياستوليك blood pressure بيكون تقريبا حوالين أي gestational age 20 أسبوع لكن toward the third trimester منبلش شو نلاحظ إنه بصير في slight increase وين في السيستوليك والدياستوليك blood pressure لأنه بصير في عنا إيش بده يقل البروجستيرون برودكشن والهدف منه هو شو بيعمل البروجستيرون مش بس انه بيعمل ريلاكسيشن في السموث مسل اوف ذا الفاسكولار سيستم برضه على اليوترس فانت بدك تبلش شو تعمل بده هي اليوترس انه يصير فيه كونتراكشن فبدك تقلل الافكت اوف ذا بروجستيرون او برودكشن بروجستيرون فبقل توورد السكند والثيرد تريمستر فلذلك حوالين 20 ويكس البلد بريشرز والدياستوليك والسيستوليك بيكون البيك ديكريز فيهم لكن later on ببلش يصير في عنا increase في السيستول والدياستوليك blood pressure due to decrease of the progesterone effect. وصلت؟ نعم دكتور. طيب ماشي الحال. احكي لي شو أهمية إنك تعرف supine hypotension. ليش مهم أعرف إنه هاي الستات ممكن يصير في معهم supine hypotension؟ بتكون تعرفوا شغلة ذلك كتير مهم إذا أنت جايتك مريضة pregnant. في late second trimester you don't have to ما بصير تاخد to measure the blood pressure المريضة تكون in supine position شو بدك تحطها في semi sitting position yes في semi sitting أو تحطها sitting position حتى to release the effect of the compression للgravid uterus على the inferior vena cava طيب من وين ليش مهم أنا أعرف إنه ممكن يصير في عنا compression من اليوترس على the inferior vena cava في أي clinical scenario مهم تعرفوا هذا الشيء شو ممكن يعمل decrease أو supine hypotension with decreased cardiac output شو رح يعمل على placental uteroplacental circulation يا محمد عملنا ischemia للبلاسنتا بصير في decrease blood supply في uteroplacental circulation right لما يقل عندك يصير في placental insufficiency شو رح يصير فيه أو decrease blood supply لوازل على البيبي شو رح يصير فيه تنفصل لا مش تنفصل شو بصير في عنا انترايوتراين جروث ريستريكشن نو احنا بنحكي على سوباين هايبوتنشن يعني اكيوت ايش اكيوت كونديشن وفي بيكتبوا لي هايبوكسيا طيب هايبوكسيا على البيبي شو بده يعمل البيبي شو بصير في عنده البيبي هايبوبرفيوجن شو بصير على البيبي فيتال اخذتوها امبارح في المحاضره فيتال اسيدوسيس فيتال ديستريس fetal distress yes جنين تحكي لي fetal distress فلذلك اذا انت كنت في غرفه الولاده ومريضه عندك she is laboring contracting والسي تي جي محطوط على هذا البيبي اخذته المفروض امبارح في الانتي في الانترابارتم fetal surveillance السي تي جي محطوط على هذه المريضه وفجاه صار في عندنا decrease في fetal heart rate او bradycardia شو أول إشي بدي أتأكد منه؟ أتأكد إن المريضة ما تكون in supine hypotension فلذلك رح تصيروا تسمعوا أو المفروض لكم أخذتوهم بارح إنه الجزء حتى أنا إذا أجيت لقيت إنه هاي المريضة laboring كان الفيتال هارت كويس وفجأة صار في decrease في الفيتال هارت أو bradycardia شو الconservative management اللي بعملها بالأول؟ إذا المريضة in supine position change the position of the patient إما left أو lateral عافية عليك يا جنين change the position of the patient إما left أو lateral position ليش التاني بعطيها IV fluid والهدف من IV fluid increase الإيش preload بدك تزيد ال cardiac output وتزيد ال blood supply الواصل للplacenta والبيبي وتلاتة انت ليش بما أنه بيصير في عندك fetal hypoxia شو لازم تعطي المدر كمان oxygen O2 كويس جنين أو ريم ريناد ترامة فيس أكسجين. فهاي الكونزيرفاتيف مانجمنت انت في مريضه ليبرنج فجاه صار في عندك فيتال ديستريس او صار في فيتال براديكارديا وديسيلريشن اول شيء الكونزيرفاتيف ميجرز اللي بعملها تشينج البوزيشن اوف ذا مادر جيف اي في فلويد او تو ماسك
لانه انت اكثر شيء بتفكر فيه الفيتال ديستريس ديو تو فيتال هايبوكسيا ديو تو ديكريز او يوترو بلاسنتال انسفشنسي او هايبرفيوجن. لذلك بدك تزيد الكارديك اوتبوت اي في فلويد، تقلل الكومبريشن على الانفيرا فينا كافا حتى تزيد البريلود، فبالتالي كمان بتشينج البوزيشن اوف ذا مادر وجيف او 2 حتى تزيد عندنا الاو 2 ايش ساتوريشن عند المادر، وبالتالي زيد الاو 2 اللي بيوصل للبيبي. هاي هون اهميه هون اهميه بتيجي السوبان هاي بوتنشن وين بالنسبه لنا خلال الحمل وين بدي افكر فيه. طيب الاشي الثاني اللي لازم نعرفه واللي ما بعرف اذا مين بده يحكي فيه لانكم ما وديتوا للسيمينار، بما انه بزيد عنا الكارديك اوتبوت ديورينج ذا بريجننسي نتيجة increased plasma volume. مع increased plasma volume بده يزيد الـ blood supply في الـ pregnancy لواصل الـ vital organs، وخاصة أكتر إشي بهمنا الـ blood supply لواصل محمد للانجز للبيبي للبيبي. أنت في عندك another هلا إيش demand على المدر اللي هو الفيتال فيتاس، فبدك تزيد لأنه هذا البيبي له فيتال demands، فبدك تزيد البلد سبلاي اللي واصل على هذا البيبي. With advancing gestation كل ما بيكبر الفيتس بتزيد الديمان تاعته، فبالتالي بتلاحظوا انه with increasing gestation البلد perfusion اللي في اليوتراين artery increase with increasing gestation. فلذلك لما تيجي على وحدة في نحكي في الفيرست تريمستر بيكون عندنا اليوتران او بلود فلو في اليوتران ارتري تقريبا 50 ل 60 ام ال بير مينيت، يعني بس بشكل 3 ل 6% من الكارديك اوتبوت. لكن لما توصل الثيرد تريمستر الديماند اوف ذا فيتس بتزيد اكثر، فبالتالي انا بتوقع اليوتران او اللي بده يصير انه اليوتران بلود فلو بده يزيد اكثر، فبيوصل تقريبا لاحظوا قديش بيوصل البلود فلو في اليوتران ارتري بيوصل 450 ل 750 لتر بالدقيقة، سوري أم أل بالدقيقة. لاحظوا الزيادة من 50 ل 60 سي سي ل 450 ل 750 سي سي بالدقيقة التيرم. يعني بمر في اليوتراين آرتري بوحدة تيرم بعد 37 أسبوع بمر تقريبا بيوصل ماكسيمم 750 أو 800 سي سي بالدقيقة الوحدة، يعني 12% من الكارديك أوتبوت على الترم بيروح على اليوترو بلاسنتال سيركوليشن في اليوتراين أرتري. طب ليش؟ ليش؟ غير إنه إنكريز الديماند. محمد. ها دكتورة. طيب ليش بيزيد عندنا اليوتراين بلود فلو تورد الترم؟ هلا حكيتها يا محمد. إنكريز فيتال. محمد انت السيمينار عليك. انكريز الفيتال انكريز الفيتال ديماند يا محمد. ما هلا بحكي انا، انتوا سامعيني ولا لا؟ اه سامعك. انكريز الفيتال ديماند انكريز الفيتال ديماند. طب بدي اسالك يا محمد ناو، لما عندك انت يمر بالدقيقه الواحده، يعني احنا حكينا قبل شوي انه البلازما فوليوم بتزيد تقريبا 50% above non pregnant level، تعرف قديش بيزيد التوتال بلود فوليوم في النون بريجننت فيميل؟ كم البلود فوليوم؟ 5 لترز. طيب يعني نحكي الافرج 5 لتر. قديش بيزيد في الحمل؟ هلا حكيته بيزيد 20 to 100%. يعني قديش بيزيد؟ يعني قديش بوصل تتوقع؟ 7 لترز. من هذول ال 7 لترز في عندك تخيل 800 سي سي بمر 800 سي سي بمر بالدقيقة الواحدة باليوتران آرتري. بمعنى هاي المريضة لو ولدت فاجينال أو سيزارين سكشن والمريضة صار إشي عليها إحنا بنسميه نسفت postpartum hemorrhage، لو هاي المريضة نسفت، هاي المريضة خلال كم المريضة she is going to die كم بتقدر تصمد؟ لما نحكي مريضة وصلت 7 لتر. محمد يعني أنا continuous في أنا continuous hemorrhage، يعني continuous bleeding يا محمد. إذا أنت ما عملت resuscitation للpatient، ما أعطت fluid، ما أعطت blood، هالمريضة خلال كم بتموت؟ خلال كم بتنشف مريضتك بالعربي؟ 10 دقائق.
800 سي سي بالدقيقة يا محمد، وانت كل اللي عندها 10 minutes yes او اقل حتى. فلذلك البوستبارتم هيمرج لما تاخذوها مع دكتور محمد خضر ان شاء الله لازم تكون rapid intervention مباشرة، تتدخل بالبيشنت، لانه هاي المريضة she might lose كل البلد هذا اللي بالسيركيليشن باقل من 10 دقائق، لانه في الدقيقة الواحدة قاعد بمر فيها 800 سي سي بير مينيت باليوتران ارتري. فلازم يكون rapid intervention في اي مريضة بصير في عندها postpartum hemorrhage. من الاشياء كمان اللي راح تلاحظوها او راح تاخذوها في محاضرة الدكتورة سهام هو الانتر، لاحظوا كثير السيمينار هذا مهم، كثير مهم حتى تفهموا انتم شو بصير later on في الديزيز اللي بتصير في البريجنانسي. راح تاخذوا بواحدة من المحاضرات شيء بنسميه intrauterine growth restriction، بمعنى انه البيبي ما بيوصل او النمو تاعه ما بيوصل نحكي الافريج جروث على جستيشنال ايج تاعه. يعني بمعنى انه انا مثلا على بيبي عمره 36 اسبوع الافريج ويت لهذا البيبي لازم يكون تقريبا 2200 كيلوغرام، الاي يو جي ار بيبي بيكون اقل من هيك. ناو شوفي إشي ممكن أنا أعمله، رح تأخذوه في محاضرة الدكتورة سيهام، شوفي إشي ممكن أعمله أنا to predict إنه هاي المريضة ممكن يصير في عندها IUGR أو لا من الـ early pregnancy. الإشي اللي ممكن يحكي لي هو رح تأخذوه مع دكتورة سيهام إشي بنسميه uterine artery doppler. uterine artery بزيد بصير في عنا بصير في growth سواء باللينث أو الديامتر تاعه حتى to accommodate مع الـ increase the blood flow اللي بيوصله. To increase or to accommodate with the increase of blood flow اللي بيصير خلال الحمل. على العشرين أسبوع تخيلوا إنه اليوتران آرتري بيصير فيه doubling في الديامتر تاعه عن النون بريجننت. بينما الستات اللي ممكن يصير في عندهم IUGR رح تحكي لكم دكتورة سهام I can predict إنه مين المريضة ممكن يصير عندها IUGR، خاصة المرضى اللي بيكون في عندهم مثلا risk factor for IUGR، واحدة hypertensive مثلا، واحدة هلأ أخذتها قبل شوي، واحدة hypertensive، واحدة عندها thrombophilia، كيف أنا ممكن أتوقع إنه هاي المريضة ممكن يصير في عندها IUGR أو لا؟ نعمل uterine artery doppler. بنلاحظ إنه بيكون في عندهم increase في resistance في uterine artery doppler حوالين فترة العشرين أسبوع، despite انه لازم نورمالي يكون في دبلينج في الدايامتر اوف يوتران ارتري. لما يصير في عندك دبلينج في يوتران ارتري شو لازم يصير؟ ديكريز الريزيستنس. لكن في الستات اللي بيكونوا ات هاي ريسك فور اي جي ار، المرضى اللي كرونيك هايبرتنشن، المرضى اللي بيكون عندهم ترومبوفيليك بيشنت، هذول بيصير في عندهم دوبلر ريزيستنس. فهاي كلها راح تاخذوها مع دكتوره سهام حتى انت تربط ليش بصير، طب يعني كيف ليش بصير التشينجز هاي، شو النورمال فيسيولوجي، بتكون تكونوا عارفينه حتى تقدروا تفهموا الاب نورمال اللي بصير ليتر اون لما تاخذوا المحاضرات مع الدكاتره. طيب هلا شو ضل إشي بدي اعلق عليه وكاتب انت كمان يس بتحكي لي البلازما اوزمولاريتي فولز باي اباوت 10 ملي اوزمول بير كيلوغرام از ووتر از ريتيند. هلا انا افترض اللي بده يحكي عن رينال تشينجز في البريجننسي يفسر لنا اياها هاي، مع انه حكينا انه الالدوستيرون شو بيعمل يا محمد عقيل؟ عملنا ووتر اند صوديوم ريتينشن. ووتر اند صوديوم ريتينشن، سو ليش بده يصير في ديكريس في البلازما اوزمولاريتي؟ لانه زياده عليه. مين عليه renal changes in pregnancy؟ مين عليه renal changes؟ بيان؟ بيان يا بيان، الأرض تنادي بيان إذا سمعتنا. دكتورة سمعتك بس كنت عم سمعتنا جاوبتنا دكتورة. دكتورة حاضر راح تشرحي عن plasma osmolarity في renal changes. أشرح عنها؟ راح تشرحي عنها؟ دكتورة لا دكتور مش هاي من الميتابوليك من ضمنهم ولا لا؟ رح تشرحوا عنها؟ رح مشرح عنها أكيد. رح تشرحوا عنها، ممتاز، بدي أسمعوا هذا. طيب إيش الجزء الثاني اللي عندك أنت؟ أنا عندي respiratory. عندك respiratory. أوكي
طبعا الاصل انكم رتبتوا السيمينار بطريقه، بس ما واحد فيكم حكى دكتور احلام كيف بدك نرتب السيمينار للاسف. يعني مين عليه البلد فوليوم هيماتولوجيكال؟ برضو بيان. بيان منبلش؟ بدي اشوف وين حاطه الهيماتولوجيكال يا بيان. حاضر دكتوره. والله ما انا عارف وين حطيته. دكتوره السلايدات انه قبل لا قبل 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 الرينال تشينجز. قبل الرينال تشينجز. وين الرينال تشينجز؟ لتحت كمان لبعد بعد الريسبيراتوري. اي بعد هذا بعد دكتوره بعد وين هاي رينال تشينجز؟ هون. لا قبل كانه في سلايد ناقص. سلايد ناقص هذا السلايد اللي وديتي لي. انتوا حرين ترى هذا كله من الايفالويشن تاعكم. هذا دكتوره هذا هو. تفضلي احكي لي على التشينجز في البلد فوليوم. يلا هلا during the pregnancy changes في البلد فوليوم بالأول هيماتوجيني الهيماتوبيسيس كبروسيس راح تزيد عنده بالبريجنانسي نتيجة للهيومن بلاسينتا لاكتوجين، وهذا الإشي راح يؤدي إلى زيادة الاستهلاك في الآيرون، فبالتالي البريجنانسي بتحتاج للآيرون سبليمنت. بالنسبة للبلازما فوليوم during the pregnancy، صوتي مسموع دكتورة؟ صوتك واضح. بالنسبة للبلازما فوليوم during the pregnancy راح تزيد بشكل كبير عنده، ببلش الزيادة تاعتها من 6 week توصل للماكسيمم تاعها عند 32-34 week. هذا الإشي راح يؤدي إلى حدوث ديليوشن في البلازما. حدوث الديليوشن في البلازما بيؤدي إلى تقليل الأنتيبادي تايتر وبيؤدي إلى تقليل الليوكوسايت كيموتاكسس، لهيك بتكون الأوتو أميون ديسيز بيتر إن بريجنانسي. فبشوف أحياناً إنه بتتحسن عند المالتيبل سكليروسيس أند يوبيايتس دارينج بريجنانسي، بس هذا طبعاً ما بمنع إنه ما تحدث عندي أوتو أميون يورينج بريجنانسي لايك الأس أل إي. بالنسبة للآر بي سيز راح يزيد الحجم تاعها لكن بشكل بسيط جدا، يعني ب 30% رح يزيد عنده، مقارنه في بلازما فوليوم انه حيزيد بنسبه 45%. هذا الإشي رح يؤدي الى حدوث إشي بسميه انا الفيزيولوجيك انيميا ديورينج ذا بريجننسي، مما يؤدي الى تقليل البلد فيسكوسيتي. صحيح. هلا بالنسبه لهدف من تقليل البلد فيسكوسيتي لزوجة الدم دكتورة، إنه لأنه هلأ أنا البلازما فوليوم عندي بيزيد بشكل كبير، بس الزيادة تبعته مش نفس الزيادة تاعت الار بي سيز. يعني الار بي سيز بيزيد بس مش بالشكل الكبير اللي زادوا البلازما، فهذا الإشي حيؤدي إلى حدوث فيزيولوجيك أنيميا، بيقلل إلى تقليل الفيسكوزيتي تاعت البلد. بالنسبة للدبليو بي سيز كاونت بيجينت الاسبيشالي منها هي الجرانيولوسايت بتزيد في السكند مانث اوف بريجننسي، وبتوصل لاعلى مستوى لها في السكند اور ثيرد ترايمستر بنسبه 9000 ل 15000 سيل بير مايكرو ليتر. وديورينج بريجننسي كمان راح يحدث عندي ميل ديفرومبوسايتوبينيا، وبالاضافه انه البليتلت ديورينج بريجننسي بتكون اماتشور، فهذا الإشي حيؤدي عندي الى الكرونيك لاو جريد اوف ديسيمينيتد انترافازيكولار كواجيوليشن. نيكس سلايد دكتورة لو سمحت. بس دكتورة انه نسيت احكي انه الار بي سيز بتبلش الزيادة تاعتها من 8 ل 10 ويك. طيب بدي ارجع معك هي بيان. دكتورة تفضلي. حكينا changes في البلد فوليوم، حكينا محمد على الانكريز اللي بيصير في البلازما فوليوم due to activation في الرينين أنجيوتنسين ألدوستيرون سيستم، هاي حكى فيها. الزيادة الثانية اللي علقتي عليها أنتي الانكريز في ريد بلد سيل ماس، وزي ما حكيتي الانكريز في ريد بلد سيل ماس بتبلش الزيادة زيها زي البلازما فوليوم من الأرلي بريجنانسي، يعني 8 أسابيع منبلش نلاحظ أنه في انكريز ريد بلد سيل ماس الزيادة بالار بي سيز. لأنه عندي دكتورة هرمون هم احكي دكتورة، لأنه في عندي هرمون بنفرز من البلاسينتا اسمه اللاكتوجين هرمون، هذا الهرمون بيساهم إنه في زيادة عملية الهيماتوبيسيس عند البريجنانسي وومن. طيب هاي واحدة من الثيوريز يا بيان، بس اللي بدي أحكي إنه الزيادة، لاحظوا قبل شوي شو حكينا على الزيادة في البلازما فوليوم، شوفوا شو كاتب بيان بالسلايد.
large increase in the plasma volume, a slight increase in the number of RBCs. هلا الانكريز في البلازما فوليوم بتبلش زي ما حكيت قبل شوي من الايرلي بريجننسي، يعني من الفيرست مانث بعد الكونسبشن بتبلش الانكريز في البلازما فوليوم. الانكريز بتضلها بتضل انكريز السلوب بضل في انكريز لما يوصل احنا تقريبا البيك 28 ل 34 اسبوع. بعد 28 ل 34 اسبوع الانكريز في البلازما فوليوم بقل لكن بضل اعلى من نون بريجننت ليفل، هذا في البلازما فوليوم. هلا وايل في الار بي سيز الزياده بتبلش من 8 اسابيع، الزياده في الار بي سيز بتضلها زي هي زياده ثابته وليست اضطرادية زي الزيادة في البلازما فوليوم، يعني ما منوصل بيك معين، هي زيادة ثابتة لما نوصل الترم. فإذا المريضة كانت عندها sufficient iron stores الزيادة زي ما تفضلت بيان تقريبا 25-30% above the non-pregnant level، وإذا البيشنت كانت ما عندها sufficient iron stores يعني دخلت شيز anemic وعندها iron deficiency anemia من بداية الحمل الزيادة عندها بتكون تقريباً 15-20% above the non-pregnant level. والزيادة في الـ RBCs أو Red Blood Cell Mass الهدف منها إنه مش بس يعني نحكي الـ Total Increase في الـ Blood Volume اللي بيصير، ولكن إشي تاني إنه أنت بدك تزيد إيش؟ الـ O2 صح؟ supply للبيبي. yes بدك تزيد الـ O2 supply للبيبي، فأنت بدك الإشي اللي بيحمل الـ O2 واللي وصله للبيبي، فإذا بزيد عنا الـ RBCs for that reason. Now theory الثانية إنه إحنا حكينا إنه الـ blood supply بتزيد لـvital organs، أهم إشي هو الـuteroplacental circulation، لكن برضو بزيد الـ blood supply الواصل للكيدنيز of the mother. Increase the blood supply اللي بوصل للكيدنيز رح يزيد عنا release of the erythropoietin. وهذا بيفسر عنا انه شو كمان بيزيد عندك الـ RBCs. الـ RBCs production هذا بيفسر الانكريز اللي بيصير عنا كمان في الـ RBCs production. هلا حكينا انه زياده البلازما فوليوم هي زياده اضطراديه من لما نبلش من الفيرست من الايرلي بريجننسي لما نوصل 28 ل 34 اسبوع هي الماكسيمم انكريز، وايل الانكريز في الريد بلاد سيل ماس هي زياده ثابته من لما نبلش من early pregnancy لما نوصل الفترة اللي بيكون البيك فيها البلازما فوليوم 28-34 أسبوع بتكون للريد بلاد سيل ماس زيادة فيها ثابتة، فبالتالي بيفسر إنه بهاي الفترة بيصير في عنا الإشي اللي حكت عنه بيان physiological anemia أو delusional anemia. right يا بيان؟ كويس. لذلك راح تشوفوا لما نأخذ محاضرة الأنيميا إنه the definition of the anemia and pregnancy بيختلف باختلاف الترايمستر. فإذا كان الهيموغلوبين أقل من 11 grams per deciliter في الفيرس وفي الثير ترايمستر بنسميه the patient is anemic، while في السكند ترايمستر أو في الليت سكند ترايمستر due to the physiological anemia الثريشولد هاد أو الكتوف بوينت هاي نزلناها ل 10.5 grams per deciliter. فإذا اجتك مريضة على 29 أسبوع وكان الهيموغلوبين تاعها 10 و10 مثلاً she's anemic، فهون الكتوف بوينت في الليت سكند ترايمستر اختلف صار أقل من الفيرس والثير ترايمستر لأنه due to the effect of the physiological anemia. هلأ بعد هاي الفترة اللي هي 28-34 أسبوع لما يرجع البلازما فوليوم تقل الانكريز فيها بس بيكون اعلى من نون بريجننت ليفل، شو بتتوقع على الهيموغلوبين يصير توارد الثيرد ترايمستر؟ شو يصير له؟ يرجع يرجع انه يرجع نورمال، يرجع نورمال لحتى يوصل للمستوى الطبيعي تاعه. بس يرجع نورمال لانه راح الافكت اوف ذا ديليوشنال انيميا، رجع صار في عندنا ديكريز في البلازما فوليوم. وصلت الفكره دكتوره؟ لو سمحتي بصير تعيدي، ما فهمت. لا وانا عيد من وين؟ لان مش راح عيد من عند الهيموغلوبين. لا لا من عند الهيموغلوبين اخر شيء حكيتيه. لا الهيموغلوبين بالفيرس حكينا فيرست ترايمستر البلازما فوليوم الزياده فيها اضطراديه لما توصل 28 ل 34 اسبوع بتكون تقريبا 50% اعلى من نون بريجننت ليفل. الار بي سيز ماس في مريضه سفيشنت ايرون ستورز من الفيرست ترايمستر زياده ثابته
هي 25 ل 30% اعلى من نون بريجننت ليفل. انكريز البلازما فوليوم في 28 ل 34 اسبوع يوصل 50% اعلى من نون بريجننت ليفل، وايل انه الزياده ثابته في الار بي سيز ماس راح يعمل ديليوشنال انيميا، فبتكون تقريبا الكت اوف بوينت لوحده بريجننت حتى نحكي ناشيز انيميك في هاي الفتره اقل من 10.5 جرام بير ديسيلتر. ناو بعد ال 34 اسبوع البلازما فوليوم بصير في سلايد ديكريز، بعد ما كانت البيك ما بين 28 ل 34 بعد ال 34 بصير في سلايد ديكريز في البلازما فوليوم، لكن الار بي سيز ماس بتضلها زيادتها ثابته 25 ل 30%. فبالتالي بتتوقع الافكت اوف ذا ديليوشنال او ديليوشن راح يروح، فبيرجع النورمال، مفروض الهيموغلوبين يرجع نورمال توورد ذا ترانستر. فاذا كان 10.5 في مريضه 29 ويكس ما بحكي انه مريضتي انيميك، 10.8 ما بحكي مريضتي انيميك لانه هذا في ديليوشنال انيميا. بتوقع انه ال 10.8 هاي لما المريضتي تخلص ال 34 اسبوع لازم يصير فيها نورمالايزد الهيموغلوبين. فلذلك انا السي بي سي اذا بدي اعمله بعمله على البوكينج فيزيت لما تيجيني المريضه اول زياره عندي، بعمله ما بين ال 28 ل 34 اسبوع وبعمله على 36 اسبوع. فاذا على 28 ل 34 كان الهيموغلوبين 10.8 ما بحكي مريضتي انيميك، لازم يكون اقل من 10.5 حتى احكي انيميك. لكن بتوقع اذا هاي ال 10.8 على الاغلب يكون ديليوشنال انيميا، فبعيده على 36 اسبوع لازم يكون رجع نورمال الهيموغلوبين. وصلي عهد؟ تمام دكتورة إسلام. تمام طيب ناو نرجع نحكي شوي على ال الأوتوإميون ديزيز ديورينج ذا بريجننسي ولا دكتورة؟ تعلقت عليها بطريقة حلوة كثير يا بيان، ممتاز. بس اللي بدي أحكي فيه احكي لي شو بصير عندنا لل الأوتو ساتوريشن أو الهيموغلوبين أوتو ديسوسيشن كيرف، شو بصير فيه؟ هلا الهيموغلوبين اوتو ديسوسيشن كيرف بالفتل بيكون اعلى من المضطر، يعني بالضبط. فايش بصير في عندك بالنسبه للبيبي؟ يعني بالبيبي بيكون عالي جدا كتير. ما ماشي، يعني ايش بصير في عندك شيفت تو ذا ليفت وشيفت تو ذا رايت؟ ايش بصير في البريجننسي؟ البريجننسي دكتوره بيقل عندها، فما بعرف انه بصير بيكون لوين شيفت الكيرف بيكون لوين؟ بيكون شيفت تو ذا رايت. Yes, shift to the right. Shift to the right. ليش shift to the right؟ دكتورة لأنه الأوتو بقارنة في البيبي بيكون عندها قليل الساتوريشن للهيموغلوبين. ما هيك؟ لا. مين عنده جواب؟ بشر شو عندك تحكي؟ بشر. نعم دكتورة. شو عندك تحكي؟ ما كنت مركز بالسؤال دكتورة. ولا بايش مركز يا بشر؟ لا مركز بس انه قطع الصوت ما سمعت. طيب مين عنده جواب؟ انا دكتورة. مين جاي يحكي؟ محمد تفضل. بيزيد عندنا البيسفوسفوغليسرات وبقل عندنا البلازما بايكربونات، هذا كله بيؤدي لشيفتنج للشيفتنج ديسوسيشن كيرف تو ذا رايت. يعني عليك اذا بيزيد عندنا ديورينج ذا بريجننسي 2 3 دايفوسفوغليسرات، زيادته رح تعمل decrease the auto affinity بالنسبة للمدر، while انتو بتعرف انه الفيتال هيموغلوبين شو ماله 100% الاوتو ساتوريشن، الافينيتي تاعته اعلى من الادلت هيموغلوبين للاوتو، مزبوط. فبالتالي بالنسبة للمدر الاوتو ديسوسيشن كيرف بصير shift to the right. shift to the to the right shift to the right to the left to the left. هلا كل هذا الهدف منه انه يوصل انه ايش يوصل O2، كله هذا changes اللي بتصير blood volume يوصل O2 ل نعم. نرجع نحكي شوي على اللي حكته بيان هون، طرقت ال white PCs بتبلش الزيادة صحيح من the second month of pregnancy plateau تقريبا على ال second و third trimester صحيح، بحيث أنه الزيادة زي ما قالت 9000 تقريبا بتوصل، ممكن توصل 15000 per microliter في ال pregnant. Even in laboring woman ممكن توصل كم يا بيان؟ شو هي دكتورة؟ laboring woman كم ممكن توصل فيها leukocytosis؟ ما عندي فكرة عن الرقم تاعها، بس دكتورة الgranulocyte بتكون فيها أعلى إشي هي من مكونات
اوكي ماشي. هو اكشلي ما بيكون في absolute increase في الليمفوسايت كاونت، لا تي ولا البي ليمفوسايت، مزبوط بتكون نورمال ليفل تاعهم. فبالليبرينج وومن ممكن ليكوسايتوسيس تخيلوا يوصل up to 25,000 فلذلك اذا اجتك مريضه she's laboring وانت شفت الوايت بي سيز انه والله 20,000، هلا اذا كانت لحالها عندها ليكوسايتوسيس 20,000 هذا it's not significant لأنه ممكن يوصل 25,000 في laboring pregnant woman في laboring woman. لكن إذا كانت مثلا leukocytosis مع fever، leukocytosis مع maternal tachycardia أو leukocytosis مع history of rupture of membrane، then you have to think about what infection أو another problem. يعني عليك infection. فلذلك بهدول المرضى ما بدك تفكر دغري إنه والله في مشكلة ليش الليوكوسايتوسيس، لا، فالليوكوسايتوسيس لحالها ما بتعتبر، ما بدلك إنه والله في إنفكشن، بده يكون في أدر سيمتوم أو أدر ساين، ممكن يكون إليفيتد سي آر بي مع هالبيشنت. فهون بدك تفكر إنه إيش ممكن، هون بتصير تفكر ليش المريضة عندها الليوكوسايتوسيس. لكن في الليبرينج وومن it might reach 25,000. طب تحكي لي بعد الولادة متى بترجع نورمال يا بيان؟ الولادة متى بترجع نورمال؟ نعم، هو لازم نعرف بعد الولادة. ما عندي فكرة دكتورة. ولا كيف يعني؟ بدي أعرف متى بتصير، ما هاي كلها physiological changes. دكتور هي gradually بتقل مع الوقت، بس إنه بالضبط إنه متى إنها بترجع ما عندي فكرة، يعني إنه ما خطر لي إنه أبحث عن هيك. طيب. بس الموضوع كتير واسع دكتور، دكتورة. دكتورة الموضوع كتير واسع بس لازم تعرفي دكتورة. آه كتير آه. كويس، يلا مين عنده جواب؟ أنا أختار يعني عشان أتعرف عليكم. ريما أسامة، ريما عابد. أيوة دكتورة، أيوة دكتورة. شو عندك جواب؟ بصراحة ما عندي فكرة. طيب هيام البرغوثي. آه دكتورة. شو عندك جواب؟ أنا كمان ما بعرف والله. كويس ممتاز، ولا واحد قاري السيمينار. طيب اذا الوايت بي سيز مفروض باي 6 داي بوست بارتم، يعني 6 ايام بعد ما ولدت المريضه ترجع نورمال. بعد هيك يو هاف تو لوك فور ذا كوز، ليش المريضه ستيل ليوكوسايتوسيس. ف 6 داي بوست بارتم لازم تكون الوايت بي سيز رجعت نورمال. طيب هاي بالنسبه للوايت بي سيز. يا بيان، بيان البلازما فوليوم متى برجع نورمال بعد الدليفري؟ بلازما فوليوم احنا حكينا دكتورة انه باخر اسابيع حملها بصير فيها ديكريس، بس بتكون اعلى من نان بريجننت ليفل. بعد الولادة بتكون بعد دكتورة ال دبليو بي سيز ما ترجع، ما هيك نورمال؟ مش دخل وايت بي سيز بلازما فوليوم، كل واحدة لحالها، فهي immediately بتقل بعد الولادة. لكن شو اللي بصير على second لthird day بعد الولادة؟ بصير في another increase في الالدوستيرون، بصير في increase في الالدوستيرون secretion، ممكن يصير في increase مرة ثانية للبلازما فوليوم، لكن تقريبا على 3 أسابيع بعد الولادة بتقل بمعدل أو نحكي بنسبة 10-15% من لما كانت during the pregnancy. لذلك الانكريس في الالدوستيرون سيكريشن على الثاني لثالث يوم بعد الولادة بيفسر لكم انه في المرضى البري كلامتك بيشنت، هلا اخذتوها مع دكتورة سهام، ما بصير تروح مريضتك اذا دخلتها بري كلامسيا، ما بصير تروحها ثاني يوم، لانه هدول المرضى ممكن يصير في شوتينج في البلد بريشر على السكند للثالث يوم بعد الولادة. فهدول المرضى على الاقل بدك تخليهم في المستشفى up to 3 days بعد الولادة حتى لو كانت vaginal delivery. فمرضى pre-eclamptic patient ما بصير يروحوا قبل 3 أيام من الولادة لأنه ممكن يصير فيه shooting. فإذا كانت المريضة بدها تروح you have to tell the patient أنه ممكن أنت ترجعي مرة ثانية بيضل ضغطك، ترجع ضغطك مرتفع، أو ممكن يصير شو معاكي seizure والrisk of eclampsia أكثر antepartum ولا postpartum. هلا خدتوها بالمحاضرة أنت ولا بوست؟ بيان بوست دكتورة، بوست بارتم، أعلى بوست بارتم
فإحنا منفكر إنه خلص مجرد ما ولدت مريضتي أنا راحت الأمور صارت تمام، مش راح يصير معها أي مشاكل بعد الولادة، بس لا، ممكن يصير في معها شوتينج لبلت برشر على السكند ثير داي بعد الدليفري، والمريضة تدخل في سيجر، فهاي أنا بدي أنتبه لها. طيب ماشي، شو حكيتي كمان؟ علق الدكتورة انه ديليوشن. علقتي، كملي لي هلا على شو بصير بالكوجيليشن فاكتورز. هلا رح يصير عندها انكريز في التندنسي اوف ديب فين ثرومبوزس نتيجه للانكريز الفيبرينوجين والانكريز الكواجيوليشن فاكتور، ورح يحدث عندها ديكريز في الفيبرينوليسيس، والبي تي تي والبي تي رح تكون شورتند تقريبا باربع مرات للثيرد ترايمستر. بس معلش خلصتي؟ آه دكتورة تفضل. أوكي بدي أرجع بس على الثرومبوس على البليتلتس. يا إنها مشهور دكتورة بتكون بالبريجننسي. صحيح، بس خليني أسأل يا بيان، ملك المجالي، ملك المجالي. نعم دكتورة. ملك كم النورمال بليتلت كاونت؟ كم النورمال بليتلت كاونت؟ النورمال بليتلت كاونت من شو اسمه؟ من 150,000 ل 350,000. يس. per microliter. في البريجنانسي شو بصير في عندك؟ بصير في عندنا thrombocytopenia. mild thrombocytopenia. Mild. يعني it might reach كم؟ متى بتحكي انت في عندك thrombocytopenia يا ملك؟ تعرف انه في عندنا thrombocytopenia ونقسمها mild و moderate و severe. mild اقل من كم؟ mild اقل من 100 يعني 150,000 ولا يس اقل من 150,000 نحكي ما في عندنا مايلد ثرومبوسايتوبينيا. فكم بتوصل في البريجننت ليفل بريجننت وومن اذا بتتوقعي؟ يعني تقريبا ممكن تقريباً توصل 129,000 بير مايكروليتر. ماشي. فلذلك انا اذا شفت البليتلت كاونت في وحده بريجننت اقل من 100,000 بدك تفكري ليش. ماشي ماشي يس بدك تفكري. لكن إذا شفتها 130,000 في واحدة pregnant يعني still إنه هاي أنا ضمن النورمال. ما بفكر إنه ليش في عندها المريضة thrombocytopenia. طيب نعدي شوي. هلأ الانكريز التندنسي للديب بين thrombosis مش بس عشان إنه pregnancy زي ما وصفت بيان it's a hypercoagulable state. في other cause للديب بين thrombosis شو يا بيان؟ دكتورة إنه البريجنانسي طبيعة حركتها بتكون قليلة ما هيك؟ لا أو إنه للبلات نفس للبلات لت نفسها برجع السبب إنها إما مشهور؟ لا دي بي تي. رنيم رنيم. نعم دكتورة. رنيم هاي رنيم شو رأيك؟ والله ما عندي فكرة. هلأ حكيناها، حكاها محمد بأول المحاضرة. رهف دكتور عادي احكي ولا مين بدي يحكي؟ حسام تفضل. يلا هسه دكتوره هي هايبركوجلوبال ستيت عشان انه يعني فيسيولوجيكلي عشان بالبريجننسي ما يصير في كثير بلود لوس. هلا بزيد عندهم الفايبرينوجين هذول وبقل عندهم البروتينز مينلي يعني بال ديليوشنلي، بس بزيد عندهم اهم شيء الفايبرينوجين انا اللي بعرفه. يا بس ليش بزيد عندهم الريسك اوف ديب فينثرومبوسيس اذر دان انه انهم هايبركوجلوبال ستيت؟ فايبرينوجين بزيد عندهم. دكتورة أيوة. دانيا إيش عندك جواب يا دانيا ملحم؟ دكتورة لأنه بيكون في بريشر على الانفيريور فيني كافا، فهذا الإشي بيعمل كلوتينج في اللور كلوتينج بيعمل عندكم فينوس ستيسز. وانتو بتعرفوا أنه ترياد للديب فين ثرومبوسز، حتى إذا يصير عندك ديب فين ثرومبوسز بيكون في فينوس ستيسز بالإضافة للهايبر كوجلابل ستيت الموجودة عندنا في البريجنانسي، فهاي كلها بتزيد بتزيد التندنسي للدي في تي during the pregnancy. طيب هلا حكت انه الكوجليشن فاكتورز اللي بيزيد زي ما حكى حسام، بيزيد عندنا الفيبرينوجين during the pregnancy، بيزيد عندنا فاكتور 7 8 و 9 و 10 و 12 والفون والبرنت فاكتور بيزيد. يعني الـ PTT is usually shortened by up to 4 seconds third trimester، بس احنا بنعتبرهم انه the same زيه زي non-pregnant زيهم زي non-pregnant level. طيب بإيش هاي مهمة؟ هلا increase الفيبرينوجين و
increase factor طبعا برضو increase factor 2 increase factor اللي بدي أسأله نسيت to decrease blood loss during labor صحيح decrease the blood loss during the labor هاي كتير مهمة اللي بدي أسأله إيش بصير مثلا للأنتي ثرومبين خلال الحمل بقل الأنتي ثرومبين بقل دكتورة هو actually يا إنه ما في change عليه أو slightly increase أنا هلا بدي أنا الهدف بدي أوصلكم لفكرة معينة هلا بحكي لكم فيها بروتين سي وبروتين اس بدهم يقلوا بقلوا هلا بروتين سي ثابت تقريبا بروتين اس ديكريز طيب هذول بخليكم تفكر في انه في إشي مش لازم نعمله خلال الحمل بما انه الانتي ثرومبين ممكن يصير له انكريز او ان تشينج بروتين اس بقل بروتين سي ممكن يكون نورمال بخليني اني ما اعمل ايش في البريجننسي ترومبو فيليا سكرين والترومبو فيليا سكرين شو انواع ترومبو فيليا بتعرفوها انتو ايش انواع الترومبو فيليا ايش الترومبو طب شو يعني ترومبو فيليا اسامة الاشرم اسامة الاشرم نعم أسامة شو يعني ثرومبوفيليا؟ إنه بكون في خلل في الفاكتور. إيش يعني كلمة ثرومبوفيليا؟ فيليا. دكتورة. في ثرومبوسز كثير. Yes. في تندنسي أو ليابل فور. Bleeding. ليابل فور ثرومبوسز. ثرومبوسز. ليابل فور هذيك اسمها كوأجيلوباثي. ثرومبوفيليا فيليا بحب يعني ليابل فور ثرومبوسز. Now. شو أنواع الثرومبوفيليا بتعرفوها؟ أنتي ثرومبين مثلاً ديفيشنسي بروتين سي ديفيشنسي والبروتين أس ديفيشنسي عشان يكذلك ما نعطي مورفرين بصير عندهم والفاكتور فايف ديفيشنسي هذول. يس يا عيني عليك إذا في عنا نوعين من الثرومبوفيليا في عنا الأنتي فوسفوليبيد إنهيرتيد سوري الأكوايرد في عنا الإنهيرتيد الإنهيرتيد اللي عددهم حسام حكى فاكتور فايف ليدن ميوتيشن حكى بروتين أس وسي ديفيشنسي حكى الأنتي ثرومبين 3 ديفيشنسي حكى فاكتور 2 أو بروثرومبين جين ميوتيشن هذول كلهم عبارة عن إيش؟ ثرومبوفيليا فإذا أنا عندي بروتين مريضتي بروتين أس وبما أنه decrease during pregnancy فالأصل أنك ما تعمل ثرومبوفيليا سكرين في الحمل لأنه بصير في عليهم شو؟ changes شو هو البروثرومبين؟ البروثرومبين شو هو؟ أي فاكتور منهم؟ اي فاكتور من فاكتور إيه؟ خمسة دكتوره لا خمسة فاكتور 2 فاكتور البروثرومبين هو نحكي البريكارسر لفاكتور 2 لفاكتور 2 وفاكتور 2 شو بصير له في الحمل بزيد فاذا المريضه عندها مشكله ديميوتيشن او عندها ديفيشنسي فبالتالي انت شو بصير في عندك هذول كلهم بيكونوا انريليبل خلال الحمل ما بنعمل ثرومبوفيليا سكرين خلال الحمل نطلب من المريضة إذا بدها تعمل ثرومبوفيليا ما تكون مريضة شو؟ pregnant وكم بعد الولادة بدها ترجع الثرومبوفيليا نورمال أو سوري الكواجريشن فاكتورز طيب فكروا فيها بدي أخذ هالتليفون ناو متى بيرجع نورمال بعد الدليفري كم بده ليرجع 6 ل 8 اسابيع شو اسمها هاي الست اسابيع بعد الولاده شو نسميها بالنسائي والتوليد بالعربي فتره دكتوره هاي ايش اسمها لا 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 خربطت ان شيء فتره النفاس اللي هي بالانجليزي يس ميمونة بتكتب لي بيربريم عافية عليكي صحيح بيربريم
ففي نهاية البربريم مفروض كلها ترجع نورمال. فإذا أنت مفكر أن مريضك ممكن تكون ثرومبوفيليك، لازم تستنى 6 to 8 weeks بعد الولادة to نعمل إيش؟ screening على الثرومبوفيليا. Okay. Now بيان. نعم دكتورة. الإشي الثاني اللي هو الرينال. الرينال. طيب روح الرينال دغري. يلا تفضل. نبلش اللي فيه. نعم تفضل. إيش اسمك بيان إيش؟ بيان الزجانية. يلا ارفع صوتك بس أو ارفع المايك يعني. يلا. هلا الرينال changes during the pregnancy بيكون عندي as result of increased cardiac output. هذا الإشي حيؤدي إلى increase of renal blood flow عنده، مما يؤدي إلى زيادة glomerular filtration rate، ورح يؤدي أيضا لزيادة urinary output في pregnant woman. فإنه بما إنه urinary output زاد عنده مع وجود ضغط من enlargement uterus على bladder، رح يؤدي إلى frequency of urinary frequency في pregnant woman. هذا الإشي اللي بفسر لي إياها إنه ليش بحدث عند البريغنانت وومن يورينري فريكوينسي. لنرجع للي حكيناه بالأول إنه الانكريس في اليورينري في الرينال بلود فلو والانكريس إن با جلوميريور فلتريشن ريت والانكريس إن با يورينري أوتبوت، هيك الكدني شو بدها تعمل؟ كومبنسيت فور با إكسترا وركلود باي انكريس إن با سايز. من بتسبب هذا الإشي إنه الكاليوسز والرينال بلفيس تو دايليت ريزلتنج إن با فيزيولوجيكال هايدرونيفروسيس عندها، وبالإضافة إلى إنكريز في السايز أوف يوريتر كوزينج الفيزيولوجيكال هايدرو يوريتر نتيجة لوجود البروجستيرون اللي بيؤدي إلى الدايليتد في السموث مصل. بس هذا الإشي بيكون في الرايت مور بين بلفت، والهايبرتروفي doesn't reverse until 3 months of a postpartum. Next slide please دكتورة. هلا الجلوميريال فلتريشن ريت انكريز باي 50% نيرلي ات ذا اند اوف ذا فيرست ترايمستر، وي كونشسنس انكريز ان كرياتين كليرنس والديكريز ان بلاد يوريا نيتروجين والديكريز ان يوريك اسيد، والجلوميريال فلتريشن ريت ريتين تو ذا نورمال نيرلي 20 ويك بوست بارتيوم. ممكن اللي بعده دكتوره. هاي الصورة بتوضح لي إنه في bilateral hydronephrosis بالبوف كدني، بس بالرايت بيكون أكتر من الليفت، وبالإضافة لإنه في عندي هايدرو يوريتر بالإضافة نتيجة للديكسترو روتيتد يوترس. طبعا ديكسترو روتيتد يوترس بعتبر نورمال فيزيولوجي، بس في حالات معينة بعتبر فيها باثولوجي، وهاي الاشي كتير ريلي انه يكون مثل هذا اللي بعمل انه next slide دكتورة بليز. اللي بيعمل انه هلا عندنا الهايدرو يوريتر نتيجه للافكت اوف بروجستيرون هرمون. بروجستيرون هرمون بيعمل ريلاكسيشن للسموث مصل تاعوني اليوريتر، بيؤدي الى عمل انه يعمل له دايليتد. اذا عمل له دايليتد راح يؤدي الى اليورين ستاسيس في اليوريتر، حدوث اليورين ستاسيس مع وجود بيان. ما سمعنا آخر شيء حكيتي. بعرف دكتورة. يلا كملي. وين صرتي؟ بس ما سمعنا آخر شيء حكيتي بالمرة. صوتي واضح هيك منيح، بس قبل شوي ما سمعنا إشي. يمكن النت مش كتير عنده. طب أوكي يلا كملي. أرجع من وين أعيد إيش اللي صار دكتورة؟ كملي كملي يا بيان. بكمل دكتورة. الإنزيم رينين عندها اللي بروديوس باي بكدني إنكريز إن إتز ليفل دارينج بفيرست ترايمستر أند كونتينيو أنتل تين. الرينين إنزيم وظيفته زي ما حكينا أول إنه هو كونفيرتد الأنجيوتنسين
tuba angiotensin 1 which become angiotensin 2 and work as vasoconstrictor بتحكم في blood pressure but pregnant women are resistant to the vasoconstricted effect normally unlike the pre-eclamptic women so this is a theory that may explain this disease. Next slide دكتورة. هذا السلايد تقريبا ملخص للي حكيناه على رينال شينج انه الكدني انكريز ان ذا سايز تقريبا من 1 to 1.5 سنتيمتر والجلوميرال فلتريشن ريت والرينال بلازما فلو والكرياتين كليرنس انكريز 50% والبلد يوريا نيتروجين والكرين واليوريك اسيد ديكريز باي 25% واليوريتار دايليت از ذا افكتد اوف بروجسترين اولسو increase in size والجلوكوز increase والtubular reabsorption from 195 ل 155 ملغرام لكل ديسيليتر which increase the susceptibility for the infection لكن البروتين remain unchanged or slightly changed. طيب بدي ارجع معاكي. خلصت الجزء هذا دكتورة. اوكي. اه دكتورة. بدي ارجع معاكي هون. أشوف مين واحد فيكم عنده دقة انتباه بالداليتيشن وين موجود؟ الداليتيشن موجود باليوريتر. وين اليوريتر؟ اليوريتر دكتورة في البوف كدني بس أكثر إشي بالرايت. بالرايت سايد دكتورة. طيب. إذن الرايت سايد أكتر من الليفت سايد. ماشي انتبهوا معاي شوفوا الصورة كيف. الصورة كثير حلوة يا بيان. أول إشي حكت كلمة قالت إيش فيسيولوجيكال. إحنا راح أعطيكم في المرة بس إيش حكت فيسيولوجيكال هايدرونفروسيس وهايدرو يوريتر. ففي أكتر من ثيوريز للهايدرونفروسيس and the هايدرو يوريتر. أول إشي لاحظوا شو قالت البروجستيرون إفكت. البروجستيرون إفكت شو راح يعمل؟ ريلاكسيشن للسموث. يعمل سموث مصل ريلاكسيشن. سموث مصل ريلاكسيشن. But this explains شو الداليتيشن اللي بيصير عنا في الرينال بلفيس and the ureter. فهذا بيفسر الهايدرو ureter والهايدرو نفروسيس اللي بيصير عنا. Now الثيوري الثانية اللي هو الديكستروتيتد يوترس. بس طلعوا على الصورة اللي حطيتها بيان. متى بلش اليوترس يعمل كومبريشن على الهادريوريتر؟ لما صار إيش؟ طلع برا البلفيك برام. أيوة طلع برا البلفس. والبلفيك برام هي بسموها البلفيك إنلت. فمجرد ما اليوترس بطل بلفيك أورجان وطلع برا وعمل عنا ال كومبريشن يس كومبريشن هذا بزيد احتماليه انه يصير عند البريجننت وومن ايش هايدرو يوريتر اند هايدرو نفروسيس. لذلك الهايدرو يوريتر والهايدرو نفروسيس اكثر شيء ببلش اشوفها في البريجننت وومن تقريبا على الالترا ساوند من 12 اسبوع يعني من الفيرست ترايمستر نهايه الفيرست ترايمستر تقريبا من 12 اسبوع. البيك إلو بتكون على حوالين نحكي 28 ل 32 أسبوع بيكون البيك إنه تشوف الموست دايليتيشن أو يكون الموست إنكريز في الدياميتر تاع اليوريتر أكتر إشي بهذيك الفترة في 28 ل 32 أسبوع. فإذا في عاملين رح يعمل عنا هادرو يوريتر وهادرو نفروسيس البروجستيرون إفكت and the compression of the uterus على اليوريترس. لكن اليوترس لما بيكبر وبيطلع برا البلفس بصير عبارة عن abdominal organ due to presence of the rectosigmoid colon على left side. شو بيضطر اليوترس شو يعمل؟ بيروح لجهة اليمين أكثر. هذا اسمه dextro rotation of the uterus. فالdextro rotation of the uterus هي normal finding بالpregnant woman due to the presence of the rectosigmoid colon. الديكستروتيتد يوترس بالتالي بيفسر انه شو انه الهايدرونفروسيس بيكون اكثر على الرايت من الليفت. والفيسيولوجيكال هايدرونفروسيس بصير في الثنتين في الرايت وفي الليفت لكن بيكون مور على الرايت due to the effect of the uterine dextro rotation. هاي عندكم هايدرونفروسيس وهاي في عندنا هايدرويوريتر. طيب
مين في واحد ثاني عنده قوة ملاحظة ينتبه على الصورة كمان يحكي لي شغلة. شو هلا تعرفوا أنتوا الهايدرون فروست والهايدريوتر شو ممكن يكون الكوز لإلها؟ ممكن يكون في other pathological cause صح؟ زي شو؟ infection؟ لا reflux دكتورة؟ يعني reflux ماشي بس احنا بنحكي عن واحدة كبيرة ست يعني اول obstruction obstruction زي شو مثلا؟ اللي بلدر tumor tumor صح شو posterior lateral valve يا ابني؟ stone هاي هي عم تحكي stone صحيح stone distal obstruction tumor صحيح فممكن يكون الكوز زي هيك. طب أنا كيف أميز الفسيولوجيكال هيدريوريتر عن الباثولوجيكال هيدريوريتر من الصورة؟ واحد فيكم عنده قوة ملاحظة وراح أحط له plus one إذا بنتبه. عند البلفيك برايم دكتورة بيكون الأوبستركشن عادة إيش يا بيان؟ إنه أنت هلأ بتحكي كيف بقدر أميز إنه على المستوى الأوبستركشن وين بكون مستوى الأوبستركشن بقدر أعرف الكوز تاعه. احكي لي على المستوى بالضبط كيف يعني هلأ اليوريتر عندنا عاملينها أوبستركشن عند مستوى البلفيك برايم يعني لتأثير يمكن الجولي بلادر لأنه الجولي بلادر إنها رح ترفع لبعدين وإنه رح يصير فيها إنلاجمنت نو بس أنت يعني بلشت تفكري بيان صحيح لاحظوا من الصورة الدايليتيشن والهايدريوريتر موصل بس لوين للليفل اوف ذا بلفيك بريم بينما تحت البلفيك بريم لاحظوا السايز اوف ذا يوريتر ما في دايليتيشن فلذلك في الفيسيولوجيكال هايدريوريتر بس بيكون البروكسيمال والميدل بارت اوف ذا يوريتر لكن في الديستال بارت اوف ذا يوريتر اللي هو بلو ذا بلفيك بريم ما بيكون الكوز اذا شوف دايليتيشن في الديستال بارت اوف ذا يوريتر هون ما بيكون الكوز فيسيولوجيكال الكوز you have to think of pathological cause for hydroureter فالهايدروureter فيسيولوجيكال هايدروureter بيكون up to the بس بيكون في البروكسيمال والميدل بارت اوف ذا يوريتر up to the pelvic brim below the pelvic brim او distal part of the ureter الكوز اوف هايدروureter في هذاك السيجمنت ما بيكون فيسيولوجيكال due to physiological effect بيكون due to pathological effect وصلت يا بيان وصلت دكتورة وصلت ف this is how we can tell انه هذا بخلينا نفكر اكثر انه هذا physiological ولا pathological طيب رح امشي معك شوي هدول كله حكينا بس حكت وصفت بطريقه كثير حلوه اليورين ستيسز رح يزيد عندنا الريسك اوف انفكشن وبالتالي خاصه اكثر شيء من شو بنخاف من البايلنفرايتس وصفتهم بدي امشي معكم لهون نقطه لما حكت بيان انه increase renal blood flow بالتالي رح يزيد عندنا glomerular filtration rate والincrease في glomerular filtration rate ببلش من early pregnancy وبيضل up to كم يا بيان زي ما حكيتي انت الincrease فيه الincrease فيها up to the 3 صح للترايمستر ابو ايه مش عارف انت الجواب لا انت كاتبيتها يا بنتي لا دكتورة اي كاتبيتها هون اي حتى 20 ويك الدكتورة يعني كم 20 ويك؟ على 4-5 خمسة أشهر يعني you can expect أن المريضة up to 5 months بعد الدليبري still أنه يكون في عندها increase في الglomerular filtration rate بينما هذا الانكريس في الglomerular filtration rate شو رح يعمل عندنا زي ما كاتبت الكوبيان هون increase renal clearance بعض substance شو؟ blood urea اليوريا كرياتينين واليوريك أسيد فبالتالي الليفلز فيهم هذول شمالهم بيكونوا أقل من النون بريجننت ليفل سواء في اليوريا والكرياتينين واليوريك أسيد يعني النورمال رينج للكرياتينين مثلا في واحدة نون بريجننت الأبر ليميت كم الأبر ليميت للكرياتينين في نون بريجننت أدلت 50 دكتورة 50 إيش شو 50 ملي جرام ملي مول سوري 100 يعني up to 1.1 سيرين كتبت yes up to 1.1 مليمول بير لتر لكن النورمال رينج في البريجننت بيكون أقل ف 1.1 في بريجننت وومن شو بصير اسمه ما بتعتبره نورمال شو بكون عندها المريضة impaired renal function فالأبر ليميت في الكرياتينين في بريجننت وومن هو كم 0.8 مليغرام بير لتر
سنتر. فإذا أنت شفت pregnant woman الكرياتينين عندها أكتر من هيك، you have to think ليش عندها الكرياتينين high. Yes, زيد كتب لي 0.4 to 0.8, that's right. فإذا بزيد الكليرنس اليوريا الكرياتين يوريك أسد كلهم بقلوا، normal range بيكون بيختلف في pregnant عن pregnant level. ليش الثاني اللي علقت عليه الجلوكوز؟ الجلوكوز كليرنس أو الاكسكريشن بزيد في البريجنانسي، فبالتالي إنك تشوف جلوكوز يوريا في pregnant woman شو بيكون؟ normal. That's why لما تأخذ محاضرة الديابيتس we don't depend على الجلوكوز يوريا في pregnant woman to screen for diabetes. وصلت يا بيان؟ بيان وصلت؟ بيان؟ معك دكتورة بس ما بعرف. طب احكي. أوكي ماشي. البروتين متى بتحكوا في عندكم بروتين يوريا بال بال باليورين؟ بيان. البروتين يوريا. آه. ما عندك. فاطمة جاوبي يا فاطمة. دكتورة لما يكون أكثر من 0.3 في 24 hour collection. Yes, 0.3 grams be 24-hour collection of 300 milligram. ففي the pregnant woman راح تشوفوا إنه بيزيد عنا البروتين excretion. فلذلك ممكن يوصل تقريباً 100 milligram per day في الثالث trimester. فإذا المريضة كانت عندها concentrated urine due to dehydration، فاليورين analysis شو ممكن يعطيك؟ شو تكون النتيجة؟ يا أروى تكون plus. دكتورة بلس 1 على الدبستي. فلذلك في pregnant woman ما بنعتمد اطلاقا على الاناليسيس او الدبستيك to diagnose بروتينيوريا. شو لازم نعمل للبيشنت؟ urine collection. Yes, سواء 12 hour urine collection او 24 hour urine collection. ماشي الحال. هون بتيجي اهمية انكم تعرفوا ليش احنا ما بنعمل كذا ومنساوي كذا. هون بتيجي أهميتها. إذا أنتوا فهمتوا هذا الفسيولوجي بتصير أسهل عليكم لما تصيروا تدرسوا المحاضرات الثانية. طيب هلا أنت شو ضايل عندك جزء يا بيان؟ خلصت هيك دكتورة. بيان؟ خلصت دكتورة. خلصتي. ناو مين قدم لحد الآن؟ بيان وشو اسمه؟ محمد دكتور. محمد عقيل. محمد شو الجزء الثاني اللي إلك؟ respiratory. Respiratory lipid metabolism. راح احكي عن الانسولين ريزيستنس واليوتراين تشينجز. خليني ارجع على نرجع بدك تعطيني لا خلينا نحكي على الريسبيراتوري. يا تفضل. بالبدايه بالريسبيراتوري all lung volumes decrease except tidal volume. بيزيد by 30% and may reach up to 50% by term. والزيادة هاي بتكون بسبب ال progesterone effect on medulla oblongata that increase the sensitivity to carbon dioxide. وأكيد عنا ال pulmonary blood flow راح يزيد due to the increase in cardiac output. Next slide please. ال oxyhemoglobin dissociation curve حكيناه قبل شوي. بصير عندنا shift to the right due to the increase in 2-3 bisphosphoglycerate and lowering the plasma bicarbonate. As the minute ventilation, هي respiratory rate ضرب tidal volume. Respiratory rate remains unchanged, but tidal volume بزيد, فبالتالي بزيد عندنا minute ventilation. نتيجة الزيادة هاي بصير عندنا CO2 washout وبنشأ عندنا respiratory alkalosis. بعدين kidney in response بتعملنا excretion of bicarbonate بعطينا alkaline urine. وبصير عندنا الأكسجين consumption increase by 16%. next slide دكتورة. طيب محمد بس ارجع معك معناته إذا أعطيتك ABG لnormal pregnant woman شو بيكون finding 7.45 بالPS. يعني إيش هو إيش بيكون عندك الكالوسيس والكوز إلو respiratory زي ما أنت كاتبون صح؟ الكالوسيس نعم. فكم بيكون الـ pH؟ كم بيكون الـ pH؟ 7.45 7.4 ل 7.45. فالمريضة بيكون في عندها compensatory أو compensated respiratory الكالوسيس بالطريقة اللي وصفها محمد. طيب بدي أشوف نسمع
نسمع طارق رواجده. طارق رواجده؟ نعم دكتور. طارق ايش يعني تايدل فوليوم؟ لو نورمال ريسبيريشن ما بيكون فورست يعني. ايش مره ثانيه؟ النورمال ريسبيريشن ما بيكون اكسبايل فورست اكسبايرات مثلا. يس اذا هو النورمال فوليوم اوف اير صحيح اللي شو بصير له؟ inspiration and expiration. yes كم بيكون في ال في ال normally؟ ما بعرف والله دكتور. محمد كم normal tidal volume؟ 500 دكتور. yes 500 yeah 500 صحيح رنيم وريما صحيح 500 ml per inspiration الواحدة. وزي ما حكى محمد due to increase the progesterone فهذا بيعمل عنا بيعمل increase the respiratory drive أو بيعمل stimulation of respiratory drive. والهدف منه لما يزيد عنا tidal volume حكيت بيزيد minute ventilation صح يا محمد؟ نعم دكتورة. شو معنى minute ventilation؟ اللي هي amount of air يعني ventilated in one minute. صحيح. هي كم؟ والله صراحة دكتورة ما بعرف. في حدا بيعرف؟ 3 لتر. 6 لتر. في البريجنانسي قديش بزيد الترم؟ تايدال فوليوم بزيد ل 650. Actually بزيد تقريبا 40% above a non-pregnant woman while minute ventilation بتزيد at term 50%. طيب ليش بتزيد التايدل وبتزيد minute ventilation due to increase what البروجسترون ليفل بيعملنا ليش كلها هاي بتزيد ليش كلها بتزيد هي كنت كاتب هيها عشان نزيد الالفيلار ventilation عشان بصير عندنا right shift يوتونك انه في عندك تقريبا هي انت كاتبهم 16% oxygen consumption by term due to increasing maternal and fetal demands that's why طيب اذا المينت فنتيليشن بزيد التايدل تايدل فوليوم بزيد تايدل فوليوم بزيد لكن زي ما حكى محمد respiratory rate بيكون the same التوتال lung capacity ما في change عليها no change عليها طيب الإشي الثاني اللي بدي أحكيه what's the effect of enlarging gravid uterus على ال diaphragm محمد إيش بعمل؟ عملنا compression على diaphragm بقل عنا total lung volume. شو بتتوقع بيعمل هو؟ كيف يعني دكتورة؟ هيها جنين إيش عندك جواب؟ دكتورة بالجرافيد يوترس راح يطفش الدايافرام لفوق فراح يأثر شوي على الإكسبانشن تبع اللونجز يا عيني عليكي صحيح وفي حدا كاتب إيش ديكريز شو إيش يا لانا لانا سباتين قال الدكتورة الريزيجوال فوليوم الإليفيشن أوف الدايافرام صحيح بقل عنا الفونكشنال ريزيجوال كاباسيتي بتقل في البريجنت وومن اذا ان جرافيد ان لارجينج جرافيد او لارجينج جرافيد يوترس ات ويل بوش اور رايز ذا دايفرام تقريبا اب تو 4 سنتيمتر فلذلك التشست دايامتر في البريجنسي تتوقع شو يصير له انكريز هاي وحده اثنين الشيء الثاني انه راح يقل عندنا كمان الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي طيب ايش اللي ايش اللي بدي اعلق كمان عليه fine اذا عرفنا انه المينت فنتيليشن بزيد التايدل فوليوم بتزيد ريسبيرتوري ريت نو تشينج نو تشينج على التوتال لانج كاباسيتي بيقل عندنا الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي المريضه بيكون في عندهم كومبنسيتد ريسبيرتوري او البريجننت وومن بيكونوا كومبنسيتد ريسبيرتوري الكالوسيس حلو ماشي ايش ضايل كمان عندك تحكي لي يلا تفضل عند الكربوهيدرات والانسولين Yeah. هسا في بداية البريجنانسي بكون في عنا البادي ريسبونس تو انسولين is very sensitive. After mid pregnancy بصير في عنا progressively developing insulin resistance و plasma glucose concentration بتبلش ترتفع. هسا الانسولين resistance is driven by cortisol or human placental lactogen.
is directly correlated with the plasma leptin concentrations. Next slide, please. هسا الليبيدز early in pregnancy بصير في عنا fat deposition. هذا الفات deposition بيظل as a source of energy في late pregnancy. بالlate pregnancy بيكون المذر relying more on lipids as a source of energy. والبيبي بيكون بيستهلك الجلوكوز available in the serum. وفي عنا الليبتين هرمون. هذا بيعملنا reflection للbody fat stores بيعملنا alerting the brain إذا صار في عنا extent of fat stores. الconcentration بتكون threefold during pregnancy وما لها علاقة بالبيزل ميتابوليك ريت، يعني ما بنقدر نعتمد على الليبتين هرمون عشان نشوف البيزل ميتابوليك ريت during gestation. Next slide. هس زي ما أنا حكيت في البداية بيكون في عنا insulin sensitivity وبصير عنا fat deposition، عشان هيك بنشوف في بداية pregnancy serum lipoproteins بقل due to the increase of uptake of free fatty acid in the circulation. بنسميها هاي هي الانابوليك ستيج اوف فات ميتابوليزم او ليبيد ميتابوليزم. افتر 8 ويكس اوف جيستيشن ببلش انا نشوف اللايكوبروتينز ترتفع شوي شوي ديو تو جرادوال انكريز اوف انسولين ريزيستنس، وبصير في عندنا لايبوليسيس للستورد ترايجليسرايد تو بي يوزد از سورس اوف انرجي باي ذا ماذر اند ليف ذا سيرام جلوكوز فور ذا بيبي. وهاي الهايبرليبيديميا اللي بتصير is not atherogenic at all لأنه بزيد عنا الHDL مع زيادة الLDL بظل عنا الatherogenic index normal and unchanged، فعشان هيك هي بتكون not atherogenic وممكن تعمل unmask للpathological hyperlipidemia. yeah. الweight gained during pregnancy برجع لثلاث عوامل. أول إشي the products of conception اللي هي البلاسينتا الamniotic fluid and the baby itself. ثاني شغلة بيزيد عندنا الماتيرنال سايز تيشو as the uterus and breast. وثالث شغلة هي الجريتر ماتيرنال فات ستورز، لأنه إحنا حكينا في بداية البريجنسي بيزيد عندنا فات ديبوزيشن. البادي ماس اندكس النورمال افريج ويت جين از 12.5 كيلوغرام. طبعا هون العلاقة بين الافريج ويت جين عن البادي ماس اندكس عكسية، يعني كل ما كانت الفيميل عندها بادي ماس اندكس أعلى كل ما قل الافريج ويت جين ديورينج بريجنسي، والعكس صحيح، يعني لو كانت البادي ماس اندكس اقل من 20 راح يكون الزياده اكثر من 12.5 كيلوغرام. صحيح، انت تقصد فيها ايش؟ يعني احنا ايش قصدك بهاي الجمله من زياده عكسيه؟ يعني كل ما كان عندنا البادي ماس اندكس اعلى بيفور بريجننسي الافريج ويت ايش اهميتها؟ يعني ايش اهميتها؟ انه يكون في عندنا نفات ستورز، يعني ما بزيد عندنا الويت. يعني ايش اهميتها؟ يعني الستات بيجونا بيحكوا مثلا دكتوره عاده من لما بيجوا على الزيارات احنا ناخذ وي ميجر الويت اوف ذا بيشنت، لانه لازم تكون الزياده ضمن الافرج. لكن انا اللي بعد الزياده مثلا لوحده تكون اوبيس او هاي بادي ماس اندكس، ما راح تكون الزياده بقبلها لوحده تكون مثلا ثين بيشنت او لو بادي ماس اندكس. فممكن أقبل 12.5 لوحدة، أو ممكن أقبل، هو ممكن تكون زيادة طبعاً up to 18 كيلوغرام أو 19 كيلوغرام، بس ممكن أقبلها 16 و17 في واحدة تكون low body mass index، بس ما بقبل 16 كيلوغرام في واحدة تكون obese. فلذلك الobese patient بطلب منهم إنهم إذا حسيت إنه في بيكون في increase أو في increase في الويت إنه عمل modification على الدايت تاعهم على طريقة أكلهم حتى ما يكون في significant increase في الويت تاعهم أو significant weight gain في عندهم. هاي هي الفكرة المهم أنا أعرف، أو إنه تكون الزيادة عكسية. ف 12.5 كيلوغرام مقبولة يمكن لوحدة تكون وزنها مثلا في الحمل أنا جايتني 50 كيلوغرام، لكن مش مقبولة لوحدة تكون وزنها مثلا 90 أو 100 كيلوغرام. فهون بتيجي أهميتها حتى أنا أعرف شو بدي أعمل للمريضة مانجمنت خلال حتى على الدايت تاعها خلال فترة الحمل. طيب وصفتها بطريقة حلوة. هلأ الهايبرليبيديميا هون يا محمد سؤالي لك، ضروري نعطي أنتي ليبيدز أو الميديكيشن؟ Do we have to take لا دكتور no need. Yes, no need. ماشي الحال. وإيش ضايل عليك تحكيلي هدول؟ ضل عندي اليوتراين and فضل. هسه بالبداية الحمل أو أول إشي اليوترس بصير في عنا glandular secretions secreted by endometrial glands.
rich in lipids, carbohydrates, and growth factors. High secretions support the early growth of the fetus. وفي عنا الفاسكولاتر, في عنا spiral arteries undergo extensive remodeling. هذا remodeling mediated by trophoblastic invasion. Convert these vessels into floppy thin walled vessels that is unresponsive to the vasoconstrictor stimuli, so allowing the maximum flow to reach the placenta. Higher remodeling may be impaired by preeclampsia, or is completed by early second trimester. Next slide, Doctora. طبعاً عنا uterine wall undergo hypertrophy, so increase in volume and weight. الweight بيزيد عنا من 50 جرام ل 900 جرام at term. السيرفكس بصير في عنا hypertrophy and hyperplasia. وفي عنا mucus plug formed between the internal and external orifices called operculum. هاي الoperculum تعمل لنا sealing للuterus, preventing the fluids from spilling out. وبرضه بتعمل لنا preventing the bacteria from preventing the bacteria ascending from the vagina to the uterus لأنه فيها antibacterial properties. في الفاجينا بصير فيها increased vascularity وصير bluish, يعني بصير عندها bluish discoloration. وأهم شيء إنه بيكون acidic environment لأنه بصير في عندنا lactobacillus proliferation تعمل لنا lactic acid فبيزيد عندنا بصير عندنا acidic environment which is not suitable for the growth of other bacteria. فبتعطينا protective environment. Next slide. هاي السكين تشينجز راح نشرحها على الصور. بس آخر نقطة عندنا السبايدر أنجيوما والبالمر إريثيما. هاي due to the increased vascularity in the skin. السبايدر أنجيوما بتنشأ نتيجة السموث مسل ريلاكسيشن. وزيادة في البلازما فوليوم بصير في عنا البلازما السبايدر انجيوما مور فيزيبل. البالمر اريثيما ممكن نشوفها to get rid of the heat that is produced by the baby. Next slide. وين نشوف البالمر اريثيما محمد؟ على hands of the female patient. وين؟ على palms. وين على palm؟ تكون all over the hand يعني تكون redness. الثينر والهايبر. يس مين اللي حكت؟ مين اللي حكت؟ أنا دكتورة لما. لما صحيح. إذا على الهايبوثينر والثينر إيمينس بيكون في عنا البالمر إريما. لذلك أنتوا بتعرفوا أو تعلمتوا when you examine a patient for signs of anemia ممكن تطلعوا على البالمز صح؟ لذلك البريجننت وومن لانه بصير في عندهم بالمر اريثيما سو يو كانت يوز ذس ساين تحكي انه ايش هالمريضه شيز انيميك او لا. اوكي فلذلك حدا كاتب لي بيكون عندهم سنترال بالر سو يو هاف تو لوك فور انيميا باذر سايت او باذر ساينز عند البريجننت وومن. طيب ال بدك تحكي لي هلا على الاشياء هذول. يلا سترايك جرافيدارا هي عبارة عن stretch marks appear with abdominal distension. بس في عنا genetic variability between females affecting the collagen ability to stretch. فممكن عنا strike gravidarum تبين على females in the first trimester. ممكن ما تبين نهائيا due to the genetic variation. صحيح. ملاحظوا هذا اللون strike gravidarum. هاي شو منسميها محمد؟ لونها purple. Lacerations. روبرا. بس لما تكون هاي جديدة. لما تكون تصير قديمة بصير لونها إيش؟ بيضة زي لون السكن. بتصير بيضة لونها فبيسموها يس بتصير وايت صحيح لما تكون قديمة. فشو بصير اسمها؟ ألبا. فهاي كلها جديد الاستريا عند هاي المريضة. طب هاي إيش اسمها؟ خط البني هذا لينيا نيجرا. يس لينيا نيجرا. ليش بصير في عندهم هدول المرضى أو نكمل هبدك تحكي علينا قريب. لينيا نيجرا هي هايبر بيجمنتيشن اوف ذا لوور ابدومينال ميد لاين بصير ديورينج بريجننسي وبكون من الامبلايكس للبيوبس. صحيح. لاحظوا هي تحت كمان كلوازما اللي هي بلوتش بيجمنتيشن اول اوفر ذا فيس اند نوز. نيكست سلايد دكتوره.
Chadwick sign, هي bluish to purple discoloration of the vagina and cervix, and it's due to the hypervascularity. طيب تحكي لي شو أهمية Chadwick sign, وكمان حكى على أنه بصير في بواحدة من السلايدات أنه بصير في عنا هاي هون هاي Chadwick sign. Chadwick sign هو bluish or purple discoloration of the cervix. في عنا Jacquemire sign, هي purple discoloration of the vagina. شو أهميتهم هذول محمد؟ إننا نعرف عنهم. دكتور هاي بتكون early signs of pregnancy. صحيح early signs of pregnancy. يعني زي ما تتفرجوا بالمسلسلات ال مش عارف إيش السورية, تيجي المدوايف تفحص المريضة وتدخلي وياها على الغرفة بتفحص المريضة. فshe is looking for signs. هذول الساين. Chadwick sign, Jacquemire sign. بتدور إذا في bluish أو اللي هي purple discoloration of the vagina and the cervix. فهم من early signs اللي نشوفهم في البريجنسي. كيف كنا نشخص إحنا diagnosis of pregnancy قبل ما يكون عندنا ال urine test ولا البيتا SCG أو حتى الألتراساوند يكون available. طيب بالنسبة للكلوازما أو بيسموه mask of the pregnancy, أهم إشي في كتير من ستات الحوامل بيجوا بيحكوا إنه إيش نعمل دكتورة. هلا بدكم تعرفوا إنه في هاي الحالات نحكي للست إنه أهم إشي اللي هو sun protection, تعمل تستخدم sun block, لأنه sun إذا ما استخدمت sun protection ممكن الشمس تخلي إنه maintain يضل في عنا hyperpigmentation. فلذلك بنحكي لها إنه إنه أهم إشي تحطي sun block لما بتطلعي. طبعا التريتمنت بعد الولاده هذول ممكن تطمنها تحكي لها اذا 1 year ممكن يصير لها ريجريشن وتختفي بعد سنه من الولاده. اذا مستعجل الست ممكن بعد الولاده تستخدم اما كيميكال بيل تعمل او توبيكال ايجنتس يعني زي ريتينويد او ستيرويد على الفيس. هاي بالنسبه للكلوازما. بس هي طبعا من الكومنست ساينز اللي نشوفها في الحوامل. تقريبا 75% من الستات بصير في عندهم كلوازما. ايفن في بعض الستات مش بس في البريجننسي, بعض الستات اللي بيستخدموا كومبايند اور كونتراسبتيف بيلز بصير في عندهم كلوازما. فهاي برضو من نفس الكلف. صحيح سجى بتسالني نفس الكلف؟ اي نفس الكلف يا سجى. نفس الكلف يا نفس الكلف. هذا Chadwick sign حكى عنها محمد. محمد ايش سبب الهايبر بيجمنتيشن في البريجننسي؟ والله ما بعرف دكتورة. مين عنده جواب يعني ليش بصير؟ طلعوا مثلا على هاي المريضة في عندها اللينيا نايجرا, في عندها حتى النبل, طلعوا كيف صار فيها هايبر بيجمنتيشن حوالين هيك منيح؟ كويسة؟ من الـ STH؟ هلا بس اصبر علي. لاحظوا مثلا الفيميل بريجننت وومن تطلعوا إذا بده يصير في عندها هايبر بيجمنتيشن بصير عندها على النبل والإيرولا, الإيرولا حوالين النبل والإيرولا, بعدين بصير في عنا على اللينيا نيجرا, بعدين تطلعوا الأمبلايكس, فبصير في عندها هاي المناطق اللي بصير في عندها هايبر بيجمنتيشن. جزء منها كمان الكلوازما اللي على الوجه هاي, الاستريا جرافيدارم, هاي الستريتش ماركس الموجوده. فايش السبب حسام او احمد سرايرا بيجاوب لانه معطيني اول انكريز من الام. اي احمد, احمد سرايرا. طب حسام increase the melanin production دكتورة, هي mainly صحيح. أول إشي الاستروجين والبروجستيرون, لذلك حكيت لكم إنه هدول المرضى زي الكلوازما ممكن على الكومبايند OCP يصير في عندهم كلوازما. الاستروجين والبروجستيرون بيزيد عن بيعمل ميلانوسايت ستيميليشن, ستيميليشن للميلانوسايت بروديوس الميلانين في الايرلي بريجننسي, فلذلك واحدة من الأسباب. السبب الثاني إنه بيزيد عنا إيش, واحد كاتب لي يس بيزيد عندك الألفا ميلانوسايت ستيميليتينج هرمون, نتيجة اللي بده يحكي شوي هلا على الإندوكراين, رح يحكي لنا على الاستريتش خلال خلال ميلانوسايت ستيميليتينج هرمون. صحيح. طيب صحيح كله إنكريز الميلانوسايت ستيميليتينج هرمون خلال الحمل. زيد بحكي لي استروجين بروجسترون. صحيح. طيب ماشي, شو ضايل عندك هلا؟ البريست. على البريست. يا دكتورة ممكن سؤال؟ تفضل.
هلا ممكن السؤال بالاول له لمحمد وانا بسمعك. سؤالك لمحمد تفضل. انها ممكن تكون الهايبر بيجمنتيشن انها باثولوجيكال، ممكن جستيشنال دي ام او شيء زي هيك. محمد والله ما بعرف دكتوره. هلا الهايبر بيجمنتيشن في البريجننسي للي سالت ما بتكون جنرالايز هايبر بيجمنتيشن. الهايبر بيجمنتيشن بتكون في مناطق معينه اللي حكيت عنهم، اللينيا نايجرا، ممكن تحكي على الميديال اسبيكت اوف ذا ثايز والبيوبيك اريا. المريضة ممكن تحكي على الأكزيلا، ممكن تصير تحكي لك على النيبل والإيرولا والفيس، فهي مش جنرالايز هايبر بيجمنتيشن. هلا إذا كان في هايبر بيجمنتيشن أحيانا في كوزز مع إنديكيتس الإنسولين ريزيستنس زي الديابيتس أو بوليسيستيك أوفيرين سيندروم، يس. بس في البريجننسي في في الأماكن اللي أنا حكيت لك إياهم هدول اللي بيصير نورمال هايبر بيجمنتيشن. يلا كمل يا محمد. The early weeks عنا بصير tenderness and tingling. By the second month بصير عنا increase في size. بنشوف delicate veins beneath the skin. When nipples become larger, more deeply pigmented and more erectile. After a few months, the areola become broader and more deeply pigmented. Estrogen plays a role mainly on the ductal system. We increase the adipose tissue deposition in the breast. Progesterone has a role on the breast lobules. وبعملهم enlargement. And make the breast ready for breastfeeding after the delivery. صحيح. فإذا من الـ early pregnancy symptoms اللي بتيجي طلعوا early weeks pregnancy breast tenderness due to the progesterone effect mainly. فمن الـ early signs of pregnancy ستات يشتشكي منها غير إنها amenorrhea أو missed period. أنها بتيجي تشكي من breast soreness. صرت تحكي إنه في عندها breast soreness. فهي تعتبر من normal pregnancy symptom. Normal أو من الـ earliest pregnancy symptoms هي الـ breast soreness. شو ضايل عندك محمد أنت؟ هيك خلص دكتور. خلصت، يعطيك العافية. طيب بدي أسأل بيان، ما حكيتينا عن راحت عن بالي هلأ ذكرتها، ما حكيتينا ليش بصير في عنا decrease في الأوزموناليتي يا بيان؟ بيان راحت يعني ولا ايش؟ ايوه بيان decrease بالاوزمولاريتي حكينا لانه دكتوره في الانتي دايوريتك هرمون شينج ديورينج ذا بريجننسي فبيأثر على مستويات الصوديوم عنده فبيؤدي هذا الشيء انه الاوزمولاريتي انكريز عند البريجننسي وومن. مين عنده جواب؟ دكتوره انا. مين تفضل ايش اسمك؟ زيد خمايسه. يا زيد ايش عندك؟ دكتورة ممكن increase بالبلازما volume فبصير relatively decreased في الأوزمولاريتي. relatively decreased في الأوزمولاريتي. يعني الصوديوم. أوكي غيره. مين اللي مودي جو سؤال؟ دكتورة إشي له دخل باليورين concentration. urine concentration. كيف؟ يعني زيادة بيكون في higher urine يعني الكدني بتعمل higher urine concentration فراح يصير في more reabsorption للمي. طيب احنا حكينا قبل شوي قالت انه بزيد عنا بصير في activation للرينين angiotensin aldosterone system فالaldosterone بيعمل reabsorption للwater والصوديوم في الكدني. فاذا انت منطقي ما منطقي قال منطقي بالمنطق المفروض انه الصوديوم increase during أو serum sodium concentration increase في البريجنانسي ما يصير له decrease. لكن ليش بده يصير في decrease في البلازما osmolality؟ معناته في إشي ثاني بده يشتغل عكس الألدوستيرون فيقلل الصوديوم absorption ويزيد الصوديوم excretion اللي هي شو؟ الـ ADH هرمون. إيش اسمك؟ مين بتحكي؟ بيان دكتورة. يا بيان قولي. هو الـ ADH هرمون دكتورة. الـ ADH؟ الـ ADH شو رح يعمل؟ شو بعمل ADH؟ في الإلكترولايت دكتورة بيقلل امتصاص الصوديوم فبيزيد الكونسنتريشن تاعه فبيؤدي هو بيشتغل ميل الـ ADH إنه إيش بعمل؟ بزيد الووتر ووتر absorption صح؟ فهاي واحدة منهم الـ ADH. غيره الأنتي ناتريوريتك بيبتايد دانا كاتبيكلي ماله يا دانا الأنتي ناتريوريتك بيبتايد شو بصير له في البريجنانسي؟ دكتورة يمكن إنه بيزيد فبيزيد الصوديوم إكسكريشن. صحيح بيزيد في الحمل كمان. شو في أدر هرمونز إلهم أنتي ناتريورتك إفكت
في البريجننسي. بروجستيرون، استروجين، هيومن بلاسنتا لاكتوجين، برولاكتين، كل هذول بيزيدوا الصوديوم اكسكريشن. فلذلك كلهم هذول بيكونوا في مقابل انكريز الريابسوربشن اللي بيعمل الالدوستيرون من during the pregnancy. لذلك بيكون في slight decrease في البلازما صوديوم concentration، وفيصير في عنا decrease في البلازما osmolality، slight decrease في البلازما osmolality. طب البوتاسيوم بصير في أي change عليه يا بيان؟ بيان؟ يا بيان معك دكتورة سمعتنا؟ هلا سمعتك. شو بصير للبوتاسيوم؟ مش عندي مشكلة بالمايك باللاب. البوتاسيوم دكتورة بقل. هو المفروض إذا بدكم تحكوا بقل، ولكنه في البريجنانسي تقريبا ما بيكون في عليه أي تشينج، مش زي الصوديوم. ولذلك ما بيكون ما هيك شيء دكتورة؟ ما بيصير عليه أي تشينج خلال الحمل. طيب فنورمال رينج بالنسبة لنا البوتاسيوم، بينما الصوديوم ممكن في الحمل يوصل نورمال. هو كم نورمال صوديوم كونسنتريشن؟ كم النورمال صوديوم كونسنتريشن؟ 135 ل 150، لكن في الحمل ممكن ينزل ل 130 و 129 او 128 ملي أوزمول بير لتر او ملي إكويفالنت بير لتر، بنعتبره نورمال في الحمل. طبعا اذا كان لحاله هايبوناترينيا، مش يكون في عنده other symptoms او signs. فاذا كان لحاله في مريضه بريجننت بنعتبره نورمال. طيب هلا ايش عندنا نحكي؟ دور مين؟ خلصنا بيان ومحمد. مين هلا؟ انا دكتوره. انا ميمونه. انت مين؟ الجاستر انتست. ميمونه ايش لك ميمونه؟ الجاستر انتستينال تشينجز. يلا ميمونه. طيب هلا during pregnancy there is increase in circulating estrogen and progesterone. They cause increase in vascular permeability and decrease in any resistance, thereby increasing susceptibility to gingivitis. هلا إيش هي pregnancy gingivitis؟ هي inflammation and hyperplasia of the gingival mucosa occurring during gestation. From 30 to 70% women of a pregnant woman develop erythema, edema, hyperplasia and increased bleeding of gingival tissue. زي ما احنا شايفين بالصورة هي في عنا edema and erythema، ممكن يكون في عنا bleeding. Next دكتورة. صحيح. إذا أول change اللي هي بتصير عنا gingivitis، وشوفوا كم يعني كثير من الستات بيصير في عندهم gingival hypertrophy وفي في الحمل. هدول بيخلوهم ليبل إنه ممكن شو يصير عندهم يا infection، وإيش كمان يصير في عندهم bleeding مع مثلاً إيش؟ bleeding. يا infection و bleeding. فهذول الستات بالعادة شو مننصحهم خلال الحمل يستخدموا؟ toothbrush تكون soft. تكون soft. صحيح. تكون soft toothbrush. هاي من جهة. من جهة تانية بنحكي لهم يستخدموا مثلاً يعملوا زي مساج بالtoothpaste بعد ما يخلصوا مع toothbrush. كمليه. Another oral lesion هي الإيبوليس جرافيدارم which is referred to as a pregnancy tumor. هي hyperplastic and inflammatory lesion originated from buccal mucosa mainly from gingival tissue. Occurs during third trimester of pregnancy and regress 1 to 2 months after delivery. هي بالعادة benign lesion و requires early reassurance and monitoring but may need surgical excision if persistent or cause excessive bleeding. نعم. هلا بالنسبة للسليفري glands، the main salivary changes in pregnancy include variation in pH and composition and reduction of sodium concentration that lead to decrease in pH and increased concentration of a protein. هلا السليفري استروجين level، an increase في السليفري استروجين level will result in an increase في the proliferation and squamation of oral mucosa. هاي السليفري هدول الاستروجين enhanced changes في الميكوزا بالإضافة للسليفري changes predispose للدنتال كيرس. ممكن كمان يصير عندنا increase في tooth mobility especially في the upper incisors has been detected in a pregnant woman.
بالنسبة للإسوفيجس في عنا increase بالincidence of reflex esophagitis and heart pain which affect up to 80% of pregnant women as a result of elevated progesterone level which reduce lower esophageal strength or tone, increase in the production of gastrin increasing gastric acidity, in addition to enlarging uterus that displaces and increases the pressure within the stomach. طب وهاي وين بتكون مهمة؟ أو كملي كملي. بالنسبة للستمك بيكون في عنا delayed gastric emptying and increased stomach volume due to smooth muscle relaxation caused by progesterone. الgastric motility decreases further during labor and emptying remain delayed during preparium. As a result of all these changes, the pregnant woman بتكون at increased risk of aspiration of gastric content when sedated or anesthetized after 16 weeks of gestation. هلا delayed gastric motility بالإضافة لل prolonged gastrointestinal transit time حينتج عن constipation and may alter bioavailability of medication. صحيح. فلذلك يا شو اسمك ميمونة ال pregnant woman للأسباب اللي ذكرتيها ال pregnant woman دائما تعتبر تعامل بالنسبة للتخدير على إنهم على إنها إيش full stomach. Full stomach. فبيكون بتكون at higher risk of aspiration. Yes, full stomach. مين اللي at higher risk of aspiration pneumonia. فلذلك يفضل منفضل دائما إحنا إنه to go for which type of anesthesia بهذول المرضى. Rapid sequence induction. هاي أنا مش كتير بفهم فيها. Rapid induction كاتبيلي. بس which type, regional ولا general؟ Regional أكتر من الجنرال أنستيزيا بهدول المرضى. فلذلك راح تشوفوا مثلا كتير صحيح اللي بيجاوب دانا وجنين ورنيم صحيح Regional أنستيزيا. هلا لذلك بهدول بالحوامل راح تشوفوا مثلا لما ندخل مريضة for cesarean section we ask the patient إنها to يعني أو to keep the patient held by mouth and be off من على الأقل 12 ساعة من 12 الصبح ل 12 بالليل ل 8 الصبح لما وقت السيزاريان. فمش معناته نخلي المريضة MBO ما نعطيها فلويد، لا، فبنعطي المرضى فلويد. بس كتير راح تشوفوا لما إن شاء الله تلفوا راوندات أو هيك إنك تطلعوا على الأوبراتيف أو على النيرس أو الدكتور أوردر keep the patient MBO بيكون فل لهدف معين إنه هاي المريضة at risk إنه تحتاج أنستيزيا فبدنا نقلل احتمالية الأسبيريشن بهدول المرضى فنطلب منها تضلها MPO حتى في الاندكشن اوف ليبر يعني مريضات الاندكشن اوف ليبر اللي هم مريضات ما بيكونوا في حالة ولادة وإحنا بنعطيهم أدوية معينة حتى إنه نحفز نعمل عندهم طلق ونحفز عندهم الولادة هدول الستات مثلا بيفضل يضلهم MPO ونعطيهم IV fluid بس ممكن أتليست نعطيهم نصير نحكي لهم إنه لا تاكل إشي fluid diet مثلا أو خاصة الأنواع من الفلويد اللي بيكون لها slow أو الموتيريت بتاعتها أو الجاستريك إمتينج بتاعها بيكون أطول زي اللبن مثلا فاللبن من الأشياء اللي ممكن نحب إحنا نعطيها في إذا واحدة بدها نعملها induction of labor مش شرط نخليها fasting لا بالنسبة للsmall and large intestine small intestine بيصير فيهم reduced motility and tone هذا الإشي allow for more efficient absorption especially in the iron واللارج انتستان الكولن is subjected to the same decrease in motility that affects the other portion of GIT هلا the functional change in motility in addition to a large uterus mechanically limits the colonic emptying and it's probably the main reason for constipation and late term هلا there is also increase in water and sodium absorption secondary to increase in aldosterone level leading to reduced stool volume هاي كتير مهم النقطة اللي حكتها ميمونة reduce the motility and tone allow for more efficient absorption especially the iron انتو بتعرفوا في البريجنسي ال expansion for the blood cell mass اللي حكت عنه بيان increase the fetal demand كل هذا بيزيد ال iron requirements during the pregnancy فبالتالي في ال normally كم بصير absorption من ال الأورال آيرون كم أو من الأكل اللي نأكله الدايت كم بصير له absorption normally كم نسبته كم من الأكل من الأكل أو الدايت بصير absorption الآيرون دكتور 10% صحيح 10% ممتاز صبا
اوكي فعشرة بالمية صحيح. بس في البريجنسي بصير في سلايد انكريز اكتر للابسوربشن لانه الديماند بتكون اكتر، فبالتالي هاي نقطة كتير مهمة اللي حكتها ميمونة. يلا ميمونة كم هلا دكتورة بالنسبة للجول بلادر there will be a hypertonia of smooth muscle wall and decreased rate of emptying which will result in cholestasis within the gall bladder rising to increase saturation of cholesterol and these changes favor the development of gallstones. Yes, increase development of gallstones. بتحكي لي شو اشوف شو كاتبه عن انت كمان liver. Yep. هلا liver the liver become more difficult to examine because of the expanding uterus within the abdominal cavity and because of hyperestrogenic state of a pregnancy physical findings اللي هم بيكونوا otherwise suggestive for liver disease in non-pregnant women such as telangiectasia and pulmonary edema will appear in up to 60% of normal pregnancy. صحيح. وهي الصورة للpulmonary edema بنشوفها عن thinner and hypothinner والtelangiectasia. فبالطب الليفر في pregnancy ميمونة is it normal? Yes. فبالطب الليفر not normal دكتورة. It's not normal. Liver should not be palpated في pregnancy. Yeah. هلا during the pregnancy absolute hepatic blood flow remains largely unaltered and hepatic function remains normal. But the portal venous pressure is increased in late pregnancy and venous pressure increases in the esophagus. في عنا كمان نقطة مهمة اللي هي increase in the production of plasma level of fibrinogen and the gluten factors. 7, 8, 10 out of 12. Although hepatic protein production increases, serum albumin level decline in pregnancy due to increase in maternal plasma volume. الزيادة بتكون على serum alkaline phosphatase secondary to fetal and placental production is observed in pregnancy and persists postpartum. يعني لو أعطيتك liver function test يا ميمونة لخصي لي شو changes فيه الالتي والاستي نورمال حيضلوا نورمال حيضلوا يكونوا الالبيومن انكريز دكتورة الالبيومن لا دكريز لانه في عندنا دكريز الالبيومن دكريز وخاصة الفترة اللي بيكون فيها بيك انكريز البلازما فوليوم اللي هي ما بين 28 ل 32 او 34 اسبوع هون بصير في دكريز الالبيومن واضح. طيب التوتال باليروبين اي تشينج عليه اني تشينج ما في تشينج عليه لا توتال ولا دايركت بالروبن. طيب الالكالين فوسفاتيز بيزيد دكتوري عشان في عندنا بلاسنتال برودكشن صحيح بيزيد خلال الحمل. اذا هاي هي التشينجز. من الاشياء الثانيه اللي مهمه كثير لاحظوا انكريز البرودكشن اند بلازما ليفل فايبرينوجين مش بس الكوجليشن فاكتورز البروتينز يعني بيزيد عندنا البرودكشن للبروتينز في الليبر فهذا بيفسر انه احنا ما بنقدر نعتمد على الـ ESR as acute phase reactant او يعني في حالات الانفكشن ESR او اذا انت تفكر بأثر vasculitis ولا مش عارف ايش فما بنعتمد على الـ ESR في الحمل لانه بيزيد during the pregnancy لكن as acute phase reactant وللانفكشن نستخدم الـ C-reactive protein. هاي حكى عنها محمد. نعم حكى محمد شو بصير دكتورة هي بصير عنا انكريز في البلازما كوليسترول ليفل around 50% في الثيرد تريمستر التريجليسرايد ماي رايز 2 تو 3 تايمز ذا نورمال ليفل الليفلز فول افتر ديليفري ريتيرنينج تو نورمال فاستر ان لاكتيتين وومن. صحيح دكتورة انا هيك بكون كملت جزئي حيكمل بشر عندك مين هلا بشر يلا يعطيك العافية دكتورة. يعطيك العافية. أنا بشر حددين بدي أكمل الموضوع أحكي عن الإندوكراين changes اللي بتصير بالبريجنانسي. هلو أنا بشكل عام بدي نحكي إنه الإندوكراين سيستم هو يعني بصير ترفع المايك تاعك دير الصوت. حاضر دكتورة. Yeah. هو collection of glands بتكون موجودة بالhuman body وظيفتها أنا تفرز هرمونز للسيركيلاتري سيستم and goes toward the distant target organs. هلا احنا بنعرف انه بالانسان الطبيعي في عنده كثير اندوكرينيك جلاندز زي البيتويتري الهايبوثالامس الثايرويد
البنكرياس وغيره من ال الجلاندز. هلا نيكست سلايد بليز دكتوره. هلا بالبريجننسي بدنا يعني راح يصير عندنا كمان اندوكراين جلاند جديد هو البلاسينتا اللي تنتج اثناء الحمل. فهلا نيكست سلايد دكتوره. هلا الهرمونز اللي بفرزها البلاسينتا، اول هرمون هو الهيومن كورينيك جونادوتروبين هرمون، هذا بفرزه البلاسينتا السنسيتوتروفوبلاست والسايتوتروفوبلاست اللي هم الويتش ديفرنشيات من التروفوبلاست وقت ما يصير الامبلانتيشن للفيرتلايزد ايج. طبعا شو وظيفه الهيومن كورينيك جونادوتروبين هرمون؟ انه بالريسكيو الكوربس لوتيوم وبخليها كمان تكمل افراز البروجسترون عشان يساعد على الديفلوبمنت للاندوميتريوم ويصير الديسيدوا. فمشان هيك هاي الاشي مؤقت عبين ما البلاسينتا جيت ماتشورد وتصير هي تستلم موضوع افراز الاستروجين والبروجسترون. ومتى بكون البيك ليفل تبعه للهيومن كورينيك جونادوتروبين هرمون؟ هو بتوين ال 8 تو 10 ويكس اوف جيستيشن، وبنزل برجع بنزل ليفله تقريبا على ال 12 ويك اوف جيستيشن وبضله ثابت لحد ما يصير الليبر. نيكست بليز دكتوره. طيب بس انا بدي احكي على نقطه هون، بما انك ذكرت الكوربس اليوتيوم. الكوربس اليوتيوم انه ممكن يبين during the pregnancy as an ovarian cyst، وخاصة في الفيرست ترايمستر، والهدف منه انه yes to maintain the deciduous by continuing production او continue production producing البروجستيرون. فهذا هدف الكوربس اليوتيوم. لذلك اذا انت اجتك مريضة في early pregnancy وشفت انه في عندها ovarian cyst، most likely إنه يكون corpus luteum. so مش منروح مندخل المريضة ونشيل الكوربس نشيل الأوفيرين سيست، لأنه هاي المريضة شو راح تنتهي يصير معها؟ loss of pregnancy. yes pregnancy loss، ويصير عندها miscarriage. فلذلك نتوقع إذا هاي كانت الأوفيرين سيست most likely تكون corpus luteum، should disappear متى تختفي؟ لما يبلش عنا ال HCG يوصل البيك تاعته واللي هي تقريبا حوالين اكثر من 8 to 10 weeks، حوالين ال 14 اسبوع. بعد ال 14 اسبوع اذا شفت انه هاي الاوفيريان سيست مينتيند وما اختفت، then it's not corpus luteum. you should think of ممكن تكون other either benign ovarian tumor او تكون malignant ovarian tumor فshould be removed. فما منشيلها بالفيرست ترايمستر، ممكن تكون corpus luteum وبالتالي تعرض مريضتك لأنها تصير في عندها مسكرج. اللس طبعاً صار فيها complication بالأوبرين سيست، ممكن يصير فيها تورشن مثلاً تلف على حالها، ممكن يصير في تورشن أو توستينج في الأوبري كامل، ممكن يصير فيها bleeding وتيجي المريضة بأكيوت أبدومن وأكيوت أبدومن وأبدومنال pain. فبهدول المرضى إذا كان في acute condition لا should be removed، وتخبر المريضة تعملها counseling إنه هاي المريضة ممكن تنتهي بمسكرج. لكن إذا المريضة أنت incidental finding على الأتراساوند إنه في عندها أوبرين سيست في الفيرست ترايمستر، هي موست لايك كوربس ليوتيوم، فجست اوبزيرف ات، المفروض انها تختفي بعد ال 14 اسبوع لما البلاسينتا كان برودوس التوتال اللي هي الات سي جي وتاخذ هي انه تو مينتين ذا بريجننسي وتو مينتين ذا ديسيجوا. فبهاي الحالات بيختفي بهذاك الوقت تختفي عنا الكوربس ليوتيوم. فاذا استمرت الاوفيريان سيست بعد ال 14 اسبوع موجوده، then you have to think of ممكن other differential diagnosis either benign ovarian tumor أو malignant ovarian tumor. tumor should be removed and should be removed. نعم دكتور. كمل يا بشر. next slide please. هلا هون زي ما حكينا الهرمون الثاني اللي بتفرز البلاسينتا هو البروجسترون، وقبل شوي حكينا إنه بالبداية الكوربس لوتيوم هو بيستلم موضوع إنه يفرز البروجسترون لبين ما البلاسينتا يصير لها ماتوريشن وتكمل افراز البروجسترون. هلا شو وظيفته البروجسترون؟ اول شيء بروموت ديسجوالايزيشن، هو انه الميديفيكيشن لل
الاندوميتريوم يكون بصير له هايبربلاجيا وهايبرتروفي وهايلي وبصير هايلي فاسكولارايزد عشان يوفر جود نيوتريشن واكسجين وبلاد فلو تو ذا فيتاس. كمان انه بمنع الميزنتريشن وريجكشن اوف التروفوبلاست امبلانتيشن. كمان هو الوظيفه انه بالانهبيت السموث مسل كونتراكشن والميوميتريوم كويسنت يعني يكون الميوميتريوم ريلاكست. كمان also prevent onset of uterine contraction اللي هي بتصير بالليبر. هذول كل إشي بمنحهم وبعمل inhibition للsmooth muscle contraction. والpeak level بوصل عنده من 8 إلى 10 أسابيع. Next slide please دكتور. هلا الهرمون الثالث اللي بفرزه البلاسينتا هو الاستروجين. هلا بالبداية الاستروجين بنفرز من الكوربس لوتيوم وكمان من الفوليكلز الموجودة جوا الأوفري. عبين ما يصير أكيد للبلاسينتا ماتوريشن عشان هي كمان تستلم إفراز الاستروجين. وبكون تقريبا بزيد الليفل تبعه من 3 إلى 8 تايمز بكون زيادة than بالبريجننت ومن than non-pregnant women. فالبيك ليفل بتكون تقريبا عنده من 6 إلى 7 أسابيع. ووظيفة الاستروجين انه انكريز اليوتراني بلد فلو، هاي شغلة مهمة، فاسيليتيت البلاسينتال اكسجينيشن اند نيوتريشن تو ذا فيتس، بريبيرز البريست فور لاكتيشن، غير هيك ستيموليت البرودكشن اوف هرمون بايندينج جلوبولينز اللي بفرزها الليفر. واثناء بالليبر او باللاست تريمستر انكريز الاكسايتابيلتي اوف ذا ميوميتريوم، وكمان بيساعد على زيادة إفراز البروستاجلاندين كمان. Next slide please. هلأ الهرمون الرابع اللي بيفرز البلاسينتا هو الهيومن بلاسينتا لاكتوجين. هذا الهرمون بينفرز من السنسيتوتروفوبلاست، بكون طبعا بالبريجننت ومن up to 30 folds more than non-pregnant women. وظيفته انه هو ريجوليت الماتيرنال كاربوهيدرات والليفل عفوا الليبيد والبروتين ميتابوليزم، وكمان بتحكم بالفيتال جروث. كمان شغله انه هو بما انه اسمه لاكتوجين اذا هو كمان بروموت الجروث اوف ذا بريست تيشو ان بريبيليشن فور لاكتيشن. كمان للاسف هو يعني هو الهيومن بلاسنتال لاكتوجين ممكن يسبب لنا resistant بالانسولين وبسبب لنا الجستيشنال دايابيتس. Next please. That's why إنه the pregnancy هو a state of insulin resistance. المرضى بيكونوا at higher risk أو الستات الحوامل دايابيتس. That's right. Yeah. الهرمون الخامس اللي بفرزه البلاسينتا هو الريلاكسين. طبعاً الريلاكسين بنفرز بالكوربس لوتيوم بالبوث بالبريجننت والنون بريجننت وومن. بس اللي بصير بالبريجننت وومن إنه الديسجوا بصير كمان يفرز الريلاكسين، وليفل تبعه ببلش يطلع من الفيرست تريمستر من الجستيشن، والليفل تبعه بيكس at 14 ويكس، وكمان إنه البيك ليفل تبعه at delivery. هلا بنعرف ليش بالديليفري بصير البيك ليفل تاعه. هلا من اهم الرولز تاعونه انه الانكريز الكارديك اوتبوت، فبالتالي الرينال بلاد فلو راح يزيد. وشغله مهمه بالريلاكسن هون الانكريز الارتيريال كومبلاينس عشان يتحمل البلاد فوليوم الزياده في البريجننت وومن. ثاني شيء بعمل ريلاكسز الاذر بلفيك ليجمنتس عشان هذا الشيء يساعد بالليبر فاسيليتيت اللي بسهله. تمام صحيح. And it could be yes it could have a role في حالات انه ليش بيصير في عنا urine incontinence خلال الحمل، لانه راح يعمل relaxation لل نحكي البلفيك ليجمنت اللي بتعمل سبورت لليوريثرا and bladder، فهاي ممكن يكون cause for urine incontinence خلال فتره الحمل. طيب ماشي بدك تحكي لا هو أنا دكتور بس أحكي إنه شو التغير اللي يصير على البروجسترون والإستروجين والإتش سي جي أثناء الحمل يعني. نعم بس ما في إشي ثاني خلاص.
لا في ظل كمان سلايدات دكتورة. طيب هلا الاذر تشينجز الاذر الاندوكراين جلاندز اللي بتاثروا بالحمل هم اول شيء البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند بيزيد بيزيد حجمه دي تو انكريز البلد فلو له تقريبا من 2 تو 3 فولدز بيزيد حجمه. طبعا نحن حاب انا يعني اعقب على نقطه بتصير انه في لا سمح الله اذا صار ثواني بس دكتوره ثواني بس صار عندي مشكله بالصوت. صوتك واضح. انا واضح بس الصوت ما يعني ما عم بسمع صوتك انا دكتور لانه في مشكله باللابتوب نفسه. ما حكيتش طيب. شيء دكتور خلينا نكمل الشرح بس اذا في شيء حد يكتب لي على الشات لانه مش قادر اسمع الصوت. اوكي اوكي جاهز ما حكيناش على البيتويتري جلاند ممكن زي ما حكينا يزيد الحجم تبعه من من 2 تو 3 فولدز due to increase بالبلد فلو. بس هون حاب اعقب على نقطه اذا صار بوست بارتم هيموراج او بوست بارتم هايبوتنشن ممكن يسبب شيء اسمه شيهان سيندروم اللي هو اسكيميك انفاركشن بالبيتيوتري جلاند ان لوس اتس ابيليتي تو سكريت اتس هرمونز. نيكست سلايد بليز. هلا ال هلا نحن بنعرف انه البيتويتري جلاند بتفرز الانتيريور عفوا بتفرز البرول الانتيريور بيتويتري جلاند تفرز البرولاكتين هرمون. هلا شو التشينجز اللي بتصير على الانتيريور بيتويتري؟ اول إشي بصير عندنا هايبرتروفي اند هايبربليجا اوف لاكتوتروف اللي هم البرولاكتين سيكريتينج سيلز under the influence of increase in بالاستروجين هرمون. So هذا الاشي بسبب also increase بالبرولاكتين levels. So احنا يعني بعد ما يصير الحمل by term تقريبا بكون الليفل تاع البرولاكتين 10 times more than normal women عشان هذا الاشي يساعد على الميلك production. هلا شو وظيفته؟ وظيفة البرولاكتين اكيد انه هو هو اللي بيعمل برودكشن للبريست ميلك وبالاضافه بيساعد على الفاينل ستيجز اوف لانج ماتوريشن فور ذا بيبي. وغير هيك اللي بأثر كمان على الليفل البرولاكتين اللي هو الانفنت سكينج يعني ديورينج البريست فيدينج هذا الاشي انكريز السكريشن للبرولاكتين. نيكست سلايد بليز. سامعني يا بشر؟ بشر بشر طيب انتوا سامعيني؟ اه دكتورة سامعينا. اوكي هلا اللي بدي احكيه لما حكى بشر على موضوع الشيهان سيندروم دكتورة خليني احول على التلفون عشان اللابتوب مش عم بطلع الصوت عندي. اذا طيب يلا حول مش مشكلة راح احكي نقطة يا بشر. انا بعتذر دكتور على الخلل اللي صار. مش مشكلة. بالنسبة للشيهان سيندروم لما يصير في عنا due to increase اللي بيصير في الـ أو enlargement اللي بيصير في البيتوتري جلاند زي ما حكى بشر تقريبا 2 to 3 fold enlargement. ونقطة كتير مهمة قال إنه الانتيريور بيتوتري اللي هي خاصة نحن نحكي على lactotroph cells اللي it's going to produce the prolactin hormone. لذلك المريضة إذا بيصير في عندها severe postpartum hemorrhage ممكن يصير في ischemia في البيتوتري جلاند. لذلك واحدة من السيمتومز اللي ممكن تصير عند المريضة من الشيهان سيندروم اللي هي failure of lactation. She cannot produce breast milk فبالتالي بصير في عندها failure of lactation. هاي نقطة كتير مهمة على موضوع الشيهان سيندروم والانتيريور بيتيوتري جلاند. لما تاخدوا الشيهان سيندروم رح تاخدوه as a cause of secondary amenorrhea مع الدكتور عادل إن شاء الله. فهو واحدة من الكوزز. فالسيمتوم اللي ممكن تصير فيها المريضة هي الأمينوريا واثنين اللي هو فيلر أوف لاكتيشن بعد الولادة. عبين ما يحول نشوف شو بدي يحكي على الأوكسيتوسين.
يلا يا بشر. كان احكي له يعج استعجل شوي. تمام من اول يعني حلها. يلا يا بشر. أو دكتورة نعم هني رجعت. بعتذر دكتورة على الخلل اللي صار. ألو. بشر سامعينا. ألو. ألو. طلع عينك بشر بس الدكتورة كأنها مش موجودة. أوكي تمام. بصير حدا من المناديب يتواصل مع الدكتورة يفهم إنه إيش عم بصير لأنها مش موجودة بالميتينج.